عايزين نتكلم في الأول كده في حاجة لطيفة جدا، نفهم يعني إيه كواليتي أصلا، نفهم يعني إيه كواليتي. طيب في ناس طبعا معانا هنا أساتذة في إدارة المشروعات، زملائنا وحبايبنا أساتذة في إدارة المشروعات، لكن في ناس لسه ممكن تكون بتتعرض لمفهوم الكواليتي للمرة الأولى، وفي ناس بتتعرض للكورس كله للمرة الأولى وهكذا. فإحنا هنا محتاجين نأكد بس على مفهوم الكواليتي. كواليتي يا جماعة معناها إيه؟ معناها meeting requirements. طيب تعالى نشوف كده إحنا بنستخدم الكواليتي في إيه في حياتنا اليومية. بنستخدم الكواليتي لما نيجي نلاقي حاجة عجبانة قوي فنقول إنها high quality، ونلاقي حاجة مش عجبانة أو حاجة مش بترضينا بنقول إنها low quality أو الكواليتي بتاعها وحش بالتعبير المصري الدارج يعني. طيب لما نيجي نتكلم عن الكواليتي، او انا هحطكم دلوقتي او هيبقى فيه كويشن دلوقتي هقوله لكم، اجابتنا للكويشن ده هتخلينا نفهم يعني ايه كواليتي. لو انا النهارده مفروض ان انا مسافر في بلد تانية وطلبت من اداره الموارد البشريه انها تحجز لي في فندق، واداره الموارد البشريه حجزت لي في فندق 3 نجوم، تمام؟ وأنا مثلا يعني متعود أنزل فندق 5 نجوم، حلو؟ فأنا رحت فندق ال3 نجوم ده أو كلمت إدارة الموارد البشرية قلت لهم يا جماعة إيه أنتوا ليه حاجزين لي في فندق 3 نجوم؟ أنا مفروض بنزل في فندق 5 نجوم يعني. آخر مرة أنت كنت نزلت فيها في الفندق ال5 نجوم كان عندك شوية ملاحظات، كانت فيه شوية حاجات مش متظبطة، لكن الناس فوجئت ان انت طالع من الفندق 3 نجوم راضي جدا وما عندكش اي ملاحظات. يا ترى ده عشان الفندق 3 نجوم higher quality من الفندق 5 نجوم؟ ده عشان الفندق 3 نجوم اعلى في الجودة من الفندق 5 نجوم. طب يعني ازاي يبقى فندق 3 نجوم اعلى في الجودة من الفندق 5 نجوم؟ الفندق 3 نجوم بيوعدك بواحد اتنين تلاتة اربعة، وانت دخلت لقيته محقق 1 2 3 4. اذا الراجل ده على مستوى الكواليتي 100%. الفندق التاني ال5 نجوم بيوعدك ب 1 2 3 4 5 6 7، ولما رحت دخلت الفندق ده لقيته محقق 1 2 4 5 7، تمام؟ فهنا في ايه؟ في 3 وفي 6 مش موجودين. هل معنى كده ان الفندق دوت برضو مازال اعلى جودة من الفندق 3 نجوم؟ لا، هو اعلى درجة وليس اعلى جودة، وده الفرق في المفهوم ما بين الجريد والكواليتي. ده فرق في المفهوم ما بين الجريد والكواليتي. الجريد هو تصنيف لمجموعة من المواصفات بمسمى معين او بليفل معين او برقم معين. كما لو احنا بنقول مثلا احنا عندنا في تشطيب الشقق في تشطيب لوكس سوبر لوكس وفي تشطيب مش عارف ايه، طيب هل بقى اللوكس ده بيبقى اقل كواليتي من السوبر لوكس، او هل التشطيب اللي مش عارف اللاكجري بيبقى اعلى كواليتي من اللي اقل منه؟ لا، الفكره هنا في ايه؟ اللوكس والسوبر لوكس ولو كان في اعلى او اقل دي كلها جريدز من التشطيبات، تمام؟ على الجانب الاخر انا بقى ممكن اسكن فيه سوبر لوكس او ما هو اعلى منه، والاقي ان الحاجات المفروض تتحقق مش متحققه، وبالتالي انا هنا في الحاله اللي زي دي اكون بواجه ليس كواليتي، او ان الكواليتي بتاعتي مش 100%. وده المفهوم الاساسي اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده، اللي هو الفرق ما بين الكواليتي والجريد. الكواليتي از ا جريد از ا ديجري ويتش ا سيت اوف انهيرت كاركترستكس فولفيل ريكويرمنتس، هو درجة مطابقة المواصفات أو الخصائص للمتطلبات. يعني حضرتك النهاردة ركبت عربية BMW فلقيت إن التكييف بتاعها بزراير مش تاتش، تمام؟ فهنا كده العربية دي الستاندرد بتاعها أصلا التكييف بتاعها تاتش، تمام؟ فكون تدخل عربية BMW تلاقي التكييف بزراير فده كده يعتبر كواليتي أقل. بينما لو ركبت عربيه 128 فيات 128 وما لقيتش تكييف اصلا، فانت هتحس ان العربيه تمام وزي الفل، لان هي اصلا العربيه مش المفروض يكون فيها تكييف، تمام؟
فهي دي فكره الايه الكواليتي، ان الخصائص تكون بتحقق المتطلبات. طيب الجريد قال لك is a category assigned to products or services having the same functional use but different technical characteristics. يعني ليها نفس الوظيفه بتاديها ولكن بخصائص فنيه مختلفه، وده اللي احنا لسه قايلينه على الفندق الخمس نجوم والثلاث نجوم، الاثنين بيأدوا وظيفه الايه التسكين او ان حضرتك تبقى هوستد عندهم يعني. بينما ان الستاندرد اللي هنا غير اللي هنا، المعامله هنا غير اللي هنا. نفس الكلام فيما يخص العربيه، العربيه ال 128 بتوصلك والعربيه البي ام دبليو بتوصلك، ولكن التكنيكال كاركترستكس بتاعت الاثنين مختلفه. فبيقول لك while failing to meet quality requirements is always a problem low grade may not be. يعني دايما موضوع ان انت ما تحققش متطلبات الجوده ده بيكون مشكله، ولكن لو انت بتشتغل دلوقتي على low grade ده ممكن ما يكونش مشكله. زي ما احنا قلنا من شويه، انا ممكن تبقى عندي عربيه 128 فيات 128 ولكن كل حاجه في مكانها وبتقوم بكل الوظائف وما فيهاش اي مشكله، اذا هي low grade but high quality. لكن على الجانب الاخر لو انا بتكلم عن عربيه بي ام دبليو ولقيت فيها حاجه زي اللي بقول لك عليها دي، او الاوبشن بتاع المالتي فانكشن اللي في الطارق او الدركسيون مش شغال، فهنا نبقى بنتكلم عن هاي جريد لو كواليتي. هاي جريد لو كواليتي. طيب فقال لك بروجكت مانجر اند بروجكت مانجمنت تيم ار ريسبونسبل فور ديتيرمينينج اند ديليفرينج ذا ريكوايرد ليفل اوف بوث كواليتي اند جريد. حضرتك كمدير مشروع مسؤول عن تحديد، ومش بس تحديد وتسليم كمان، المستوى المطلوب من الكواليتي ومن الجريد. خلاص. طيب عايزين نتكلم عن مفهوم مهم قوي دلوقتي عشان يبقى عندنا كواليتي في بروجكت او في برودكت او في اي حاجه. في ثلاثه فانكشن رئيسيين لازم نتعامل معاهم. اول حاجه الكواليتي بلاننج، ثاني حاجه الكواليتي مانجمنت، ثالث حاجه الكواليتي كنترول. زي ما قلنا اول حاجه ايه كواليتي بلاننج، ثاني حاجه كواليتي مانجمنت، ثالث حاجه كواليتي كنترول. طبعا الناس العاديه او الناس حتى كمان المتخصصه بس اللي مش دارسه الكواليتي، الكواليتي بالنسبه لهم بتكمن كلها في العمليه بتاعه الكواليتي كنترول، ان هو يشوف حاجه فيها خطا فيستبعدها او يعيدها او يعمل اي حاجه تاني. ولكن الكواليتي عشان تقدر تحققها في البروجكت حضرتك بتحتاج تخطط للكواليتي وتمانج الكواليتي عشان في النهايه لما تيجي تعمل عليها كنترول تلاقي ان في كواليتي برودكت، ونادرا ما يبقى فيه ايه ديفكت برودكت او برودكت معيوب. تمام. وبالتالي احنا لما نيجي نتكلم عن الكواليتي بلاننج فاحنا بنقول من الاخر في الكواليتي بلاننج احنا بنقول هنا في الكواليتي بلاننج احنا عايزين نعمل ايه ومتطلبات الجوده هتكون عباره عن ايه. يعني لو احنا جايين النهارده مثلا يعني بنقول والله احنا بنبني مول تجاري. تمام. المول التجاري دوت احنا عايزينه يكون مبدئيا مول تجاري مثلا تقرر ان هو يبقى في ادوار عده مثلا حوالي 8 ادوار. فلو احنا عايزينه يكون طيب في حد بيقول الصوت بيقطع، يا ترى يا جماعه الصوت سامعيني كويس؟ صوت لو سامعيني اكتبوا رقم 1. السادة الأفاضل، حدش بيتكلم يبقى في مشكلة في الصوت. مهندس أحمد سمير سامعني؟ السادة الأفاضل سامعيني؟ طيب تمام ممتاز ماشي، يبقى كده مفيش مشكلة في الصوت بإذن الله. الرسائل كانت مقفولة. طيب تمام، الصوت تمام زي الفل. بص يا هندسة ما تقفلش الرسائل عشان ايه، ده بيتيح لي التواصل من وقت لآخر مع الناس يعني عشان اقدر اخد منهم فيدباك. خلاص. طيب احنا اطمنا على الصوت، نرجع نكمل تاني. فاحنا قلنا يا جماعة في الكواليتي بلاننج احنا بنقول ايه هيحصل، احنا بنقول ايه هيحصل. يعني من الاخر احنا بنحدد احنا هنكون في انهي مستوى من مستويات الايه الجوده. وانا ضربت لكم اكزامبل بالموضوع بتاع المول، قلت لكم المول ده هيكون مجموعه من الادوار. تمام. طيب من ضمن الحاجات اللي بقت مطلوبه
ان احنا عايزين المبنى ده مقاوم للزلازل، عايزين المبنى يكون مقاوم للزلازل. طيب فكره بقى ان هو يعني انت كنت بتبني مول عادي ما كنتش بتحط في اعتبارك موضوع الزلازل، بس اصبح ان في احد المطالب اللي طلبها احد الستيك هولدرز ان المبنى يكون مقاوم للزلازل، فبدات تحط مجموعه المواصفات والمعايير الستاندرز اللي تخلي المبنى ده مقاوم للزلازل. وكل ده انت بتحط المواصفه، انت هنا بتعمل ايه؟ بتحط المواصفه او بتحط المعيار اللي يخلي المبنى غير اللي يخلي المبنى مقاوم للزلازل. تيجي في الامبلمنتيشن تعمل ايه في الامبلمنتيشن؟ تعمل كل الحاجات اللي انت قلت عليها اللي هي باذن الله لو عملتها تخلي المبنى مقاوم للزلازل. خلاص؟ فبيقول لك ايه بقى في الامبلمنتيشن او في المانجمنت؟ بيقول لك following and meeting standards to assure that the final product will meet. خلي بالك من كلمة will meet، مش ان انت دلوقتي بتميت، يعني انت النهارده في المانجمنت بتاع الكواليتي ما بيكونش عندك final product، انت ما بتشوفش الفاينل برودكت غير في الكواليتي كنترول، لكن ما قبل ذلك انت بتبقى بتتعامل مع بروسيسز بتؤدي الى ان الفاينل برودكت يبقى موجود. وبالتالي لو جينا ناخد على سبيل المثال ان المفروض المبنى الاكزامبل اللي احنا واخدينه ده المبنى يكون مقاوم للزلازل، فبالتالي انا هبقى بعمل ايه؟ هبقى ببني اساسات وبعدين اعمل عليها تيستينج، وانا ببني الاساسات بتبع الستاندرد اللي اتحط عشان يبقى المبنى مقاوم للزلازل. فاذا كان هنستخدم نوع حديد معين، اذا كان هنستخدم تكنيك معين في الصب وفي التأسيس نفسه، تمام، كل الكلام دوت انت لسه ما ادركتش الكواليتي، انت بتشتغل عشان تدرك الكواليتي، عشان ان شاء الله لما يكون عندك برودكت في النهايه يبقى البرودكت ده في كواليتي. عشان كده بيقول لك will meet، will meet needs عفوا will meet needs expectations and requirements، تمام، وهو مطابقة الاحتياجات والتوقعات والمتطلبات. نيجي بقى في quality control، بيكون عندي final product ببتدي اعمل عليه التستنج او الميجرمنت اللي محطوطة في الستاندرد. عفوا ببتدي اجي في كواليتي كنترول واعمل تيستينج وميجرمنت على الفاينل برودكت عشان اطمن ان هو بيميت الستاندرد والسبيسيفيكيشن اللي انا حطيتها في الاول. خلاص احنا كده بنحاول نفهم بس معنى كواليتي بلاننج، كواليتي مانجمنت، كواليتي كنترول. في كواليتي بلاننج بخطط اي بقول ان ايه اللي هيحصل او احنا عايزين معايير جوده شكلها ايه. في الكواليتي مانجمنت ببتدي انفذ الكلام ده كله عشان يبقى حسب اللي انا بعمله ده ان شاء الله هيطلع لي برودكت فيه كواليتي. في اخر حاجه خالص بطمن على الفاينل برودكت انه طلع فيه كواليتي اور نوت. طيب نتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها الكوست اوف كواليتي، ودي لو تفتكروا كانت احد التولز اللي استخدمناها لما كنا جايين بنعمل استيميشن للكوست في الكواليتي في النولج اريا بتاعت الكوست، تمام، لما كنا جايين بنعمل استيميت كوستس احد التولز اللي هي كوست اوف كواليتي، وقلت لكم هناخدها في الكواليتي ان شاء الله. احنا عندنا دلوقتي نوعين من تكاليف الجودة، تكلفة المطابقة وتكلفة عدم المطابقة، cost of conformance و cost of non-conformance. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان في فلوس انا بدفعها عشان اوصل للبرودكت يكون مطابق، وفي فلوس بدفعها للبرودكتس اللي ما طلعتش مطابقة، تمام؟ في فلوس بدفعها عشان اوصل لبرودكت مطابق، وفي فلوس بدفعها عشان اتعامل او اعالج المنتجات الغير مطابقة. طيب cost of conformance اللي هي ايه؟ عندنا نوعين، prevention cost و appraisal cost. prevention costs و appraisal ايه؟ costs. طيب انت هنا عايز تبيلد a quality product، انت عايز تخطط، عايز تبني منتج فيه جودة، عايز تبني منتج فيه ايه؟ فيه جودة. طيب وهنا عشان نبني منتج فيه جودة بحتاج اعمل ايه؟ بحتاج ادرب فريق العمل عندي، بحتاج
اعمل دوكيومنتيشن للبروسيسز اللي عندي، اكتب كل حاجه، بحتاج يكون معايا اكويبمنت تساعدني على ان انا احقق الجوده، محتاج اخد وقت كافي عشان اقدر اعمل الحاجه بشكل صحيح. فكل الحاجات دي بتكلفني، الوقت بيكلفني والاكويبمنت بتكلفني والدوكيومنتيشن بيكلفني والتريننج بيكلفني. طيب على الجانب الاخر كل ده ما قبل الايه الانتاج. طيب اثناء الانتاج بتعمل ايه بقى؟ بتعمل حاجات تانية، بتعمل انسبكشن، بتعمل تيستينج، بتعمل حاجه اسمها ديستركتيف تيستينج لوس. يعني لو انت عندك مثلا ازاز مقاوم للرصاص، زجاج مقاوم للرصاص، فحضرتك عشان تتاكد انه مقاوم للرصاص هتحتاج تتلف جزء من الازاز ده عشان تتاكد. تمام، نفس الكلام في حاجات كتيره بتبقى محتاج تطمن ان هي بتحقق المطلوب وبتنفذ عليها بعض التيستس اللي ممكن تكون ديستركتيف، تمام، مدمره يعني. ده كله حاجه طالعه كويس. طيب بعد الحاجه ما طلعت، في بعض البرودكتس، بعض البرودكتس الايه اللي طلع فيها مشكله، فلو انت اكتشفتها جوه المشروع هيبقى حاجه من اتنين، يا اما ريورك يا اما سكراب. ريورك يعني اعاده الشغل، وسكراب اللي هو التوالف او الهوالك بتاعه المشروع. طيب في حاله انها بقى متمش اكتشافها جوه المشروع ووصلت للعميل، فهنا انت بتواجه شويه حاجات، بتواجه وارنتي ورك ان حضرتك كنت مقدم ضمان على الاعمال والاعمال بتاعتك طلع فيها مشكله، فانت بقيت ملزم بالضمان بتنفيذ او باصلاح المشكله. تمام، هنا الليابيليتيز لو في مسؤوليات قانونيه، يعني مثلا حضرتك اخليت ببعض المعايير اللي ادت لان الحاجه دي تسقط، والسقوط ادى الى خسائر في خسائر ماديه او خسائر في الارواح، فحضرتك هتتحمل ده. كمان بتلوست بيزنس، لان الكلام ده بيأثر على الريبيوتيشن بتاع الشركه، بيأثر على سمعه الشركه، فحضرتك لما هيتعرف عنك ان شغلك مش كويس هتبتدي تلوست بيزنس او هتلوست ديلز ممكن تاخدها في المستقبل. فالجزء اللي في الاول ده يا جماعه كان money spent during the project to avoid failure، ده اثناء المشروع عشان تتجنب ان يحصل اصلا فيلر. ده بيبقى during and after the project because of failure، يعني انت بتصرف الفلوس دي اثناء وبعد المشروع عشان تعالج الفيلرز اللي حصلت. تمام، طيب عندنا يا جماعه مجموعه من ليفلز فيما يخص الكواليتي مانجمنت، فيما يخص الايه الكواليتي مانجمنت، هناخدها من الاسوأ الى الافضل. لما نيجي نبص كده على اسوأ الامثله في موضوع اداره الجوده، هو انك تلت ذا كاستمر فايند ذا ديفكتس، انك تسيب العميل يكتشف الخطا بنفسه، او يسيب العميل يكتشف البرودكت اللي فيه مشكله بنفسه. تمام، طيب نيجي الليفل اللي بعد كده، انك تديتكت اند كوركت ذا فيكس بيفور ذا ديليفرابلز ار سنت تو ذا كاستمر، قبل ما الديليفرابل يوصل للعميل حضرتك تديتكت الايه البروبلم وتصلحها. ده الليفل اللي افضل منه شويه. خلي بالك انا عايزك بعد ما نخلص تشوف انت في شغلك في شركتك بتطبق انهي ليفل من ليفلز الجوده دي. خلاص، ممكن يبقى في ناس شايفين ان لحد دلوقتي ده ليفل كويس جدا وجميل، اللي هو الليفل الاورنج ده، detect and correct the defects before the deliverables are sent to the customer. تمام، طيب الليفل اللي افضل منه ايه بقى كمان؟ use quality assurance to examine and correct the processes the process itself and not just special defects. يعني ما تستناش لما يبقى عندك final product فيه مشكله وحضرتك تلحقه قبل ما يوصل للعميل، قد ما ان حضرتك تطبق الكواليتي اشورنس اللي هو ضمان الجوده عشان تختبر البروسيسز نفسها اللي هي بتؤدي اللي هي بتنفذها بيوصلك للفاينل برودكت، فتبتدي تظبط البروسيسز عشان يطلع لك فاينل برودكت. ما تستناش لما الفاينل برودكت يطلع في مشكله وتبتدي تقول والله ايه انا هحل المشكله دي. طيب ايه الليفل اللي بعد كده؟ incorporate quality into planning and designing of the project and product. بدل ما حضرتك تبقى بتبتدي تطبق الحاجات دي اثناء التنفيذ، لا ده انت ترجع ليفل كمان او ترجع خطوه كمان ورا اللي هي الخطوه بتاعه التخطيط، عشان حضرتك تبتدي تخطط للكواليتي من الاول، تبني منتج ذو جوده، تبني منتج ذو جوده. طب في اعلى من كده؟ يا ترى انا بسالكم هو سؤال، في اعلى من كده؟
بيئه اعلى منك. في create a culture throughout the project that is aware and committed to quality in processes and the products. Create a culture throughout the organization that is aware and committed to quality in processes and product. يعني بدل ما حضرتك بس بقى تبتدي تعمل الكلام ده في تخطيط الجودة بتاع البرودكت او البروجكت بتاعك، انت بتنشر ثقافة الكواليتي مانجمنت عند كل فريق العمل وعند كل الاورجانيزيشن، عشان يبقى كل فرد من الفريق عنده نوع من انواع الكوميتمنت للكواليتي وللايه للكواليتي بتاعت البروسيس والايه والبرودكت. اتكلمنا عن ليفلز اوف افكتيف كواليتي، واتكلمنا هنا اهو قلنا عندنا اول ليفل وهو يعني اللي يعتبر مفيش كواليتي خالص، ان العميل يكتشف الاخطاء او العيوب بنفسه. تاني ليفل ان لا ما سيبش العميل يكتشف الاخطاء، واكتشف الكلام ده انا بنفسي كاداره مشروع جوه المشروع واصحح المشكله قبل ما توصل للعميل. الليفل اللي اعلى منه واللي افضل منه ان انا استخدم الكواليتي اشورنس عشان اتاكد ان البروسيس اللي بتعمل البرودكت هي نفسها فيها كواليتي ومش هتؤدي الى ديفكت. تمام. الليفل اللي بعد كده incorporate quality into the planning and designing of the project، يعني انا ما استناش بقى ان انا اطبقها اثناء الشغل، لا ده انا اخطط لها كمان وانا بديزاين وبخطط للمشروع وللبرودكت. اعلى حاجه خالص ان انا اخلي الكواليتي عباره عن ثقافه عامه جوه الشركه، ثقافه عامه يتنفسها الجميع، يبقى الشركه كلها بتتعامل بكواليتي من اول المدير لحد الغفير. تمام. طيب احنا في اربع مبادئ قايمه عليهم المودرن كواليتي مانجمنت. اول مبدا هو الكاستمر ساتسفاكشن، ان اهم درايفر من الدرايفرز بتاعت الكواليتي واللي بتحدد ايه هي الكواليتي ستاندردز وايه هي الكواليتي سبيسيفيكيشن، هي ان المفروض الكواليتي دي تحقق ايه؟ تحقق ساتسفاكشن للكاستمر. فرقم واحد الكواليتي بتبقى اللي بقدر اطلع منها الكواليتي ريكويرمنتس هي فكره الكاستمر ساتسفاكشن. والله الحاجات اللي ممكن، هل في مشكله في الصوت يا جماعه؟ عشان بس طلع لي دلوقتي قدامي اليرت كده ان الانترنت كونكشن فيها مشكله. سامعيني كويس؟ طيب تمام، معلش سامحونا ان احنا كل شويه بنقف عشان الايه الموضوع بتاع الصوت ده. فاول حاجه عندنا كاستمر ساتسفاكشن، اول مبدا عندنا الكاستمر ساتسفاكشن. طيب الصوت في ماشي. تاني حاجة عندنا continual improvement اللي هي فكرة التحسين المستمر، ان مفيش نقطة معينة حضرتك هتوصل عندها تقول والله انا كده عملت انا وصلت لاحسن مستوى وانا كده خلاص تمام مية مية وزي الفل. تمام. لا ده انت دايما هتبقى شغال بالسيكونس اللي هو قلنا عليه قبل كده بيتكا بلان دو تشيك اكت، فان حضرتك على طول في تحسين مستمر للمنتج بتاعك. وانس ان انت احرزت level of quality فبتبتدي تتعشم او تتوقع level اعلى من الكواليتي وهكذا. management responsibility، وهنا احنا بنتكلم عن الى اي مدى ادارة الشركة او الادارة العليا مسؤولة او بتتصرف بمسؤولية تجاه الكواليتي. فكرة management responsibility ان ما يبقاش ادارة الشركة ما عندهاش اي وعي ولا ادراك ولا اهتمام ولا بتبي اي اتنشن لفكره الكواليتي، وبتقول للناس يلا روحوا اعملوا كواليتي، يلا روحوا طلعوا البرودكت دوت او اعملوا البروجكت ده بالكواليتي. طب ما هي لازم المانجمنت تبقى ريسبونسبل، لازم تاخد ديسيجنز فيها كواليتي، لازم تاخد ديسيجنز تراعي الكواليتي، لازم تبقى متفهمه الكوست اوف كواليتي، ما سيبلكش البروجكت بدون اي مارجن يسمح ليك بتحقيق الكواليتي واقول لك اعمل كواليتي. احنا شفنا من شويه ان الكواليتي ليها كوست، ليها كوست اوف كونفورمانس وكوست اوف نون كونفورمانس. بعض الادارات وبعض الادارات العليا ما بتستوعبش غير الجزء الثاني اللي هو كوست اوف نون كونفورمانس، لما تبقى حاجه فيها مشكله نبقى نصلحها، لكن كون ان احنا نصرف عشان ما تحصل لناش مشكله اصلا قليل قوي اللي بيبقى مستوعب المفهوم ده، اللي هو مفهوم الكوست اوف ايه اوف كونفورمانس. انت تعمل تريننج وتعمل دوكيومنتيشن وتعمل تاخد تايم عشان تطلع الحاجه مظبوط وهكذا. رابع مبدا عندنا mutually beneficial partnership with suppliers،
دايما تبقى عامل حسابك انك تعمل وين وين ديل، او علاقاتك مع كل السبلايرز بتوعك وين وين ديل. سبلايرز يدخل فيها المقاولين، يدخل فيها الموردين، يدخل فيها اي حد. طبعا للاسف للاسف الكالتشر اللي ماشي في بعض الدول العربيه وعندنا كمان في مصر ان حضرتك ليك ابر هاند على المقاول بالشكل المطلق، وان حضرتك تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. وده للاسف للاسف اللي بيؤدي، لان لما انت تضغط على المقاول، المقاول بيبتدي يعمل نوع من انواع التنفيس في الكواليتي. بيعمل انواع التنفيس في الكواليتي بمعنى ايه؟ بمعنى انت عصرته او ضغطت عليه في الفلوس واجبرته ينزل بالتكلفه عن التكلفه المعتاده، فهو ممكن يوافق عشان ياخد المشروع مشروع ما يروحش منه، بس على الجانب الاخر هيسلمك ويجيب حاجات، يجيب ماتيريال لو كواليتي، يعني بنسميها كده بالبلدي عندنا في مصر هيطلصق، او يعني هيكروت الشغل، تمام، مش هيعمل الشغل بالشكل المطلوب وهكذا. فحضرتك لو عايز كواليتي تعمل وين وين ديل مع اي سبلاير او سب كونتراكتور او اي حد بيشتغل تحت منك او بيورد لك، لان انت في النهايه لازم تبقى فاهم ان هو عشان انت تاخد منه شغل كويس هو كمان لازم يكسب. فكره ان انا ليا ابر هاند وانا عندي 10 مقاولين فانا من حقي ان انا ابيع واشتري او ان انا اتحكم فيهم، او بما ان انا عندي خيارات كتيره فانا اضغط على الاخر خالص بالشكل اللي يخليه هو كمان يبقى بيدور على حاجه يكسب منها، فما يلاقيش حاجه يكسب منها غير ان هو يحط لك ماتيريال مش كويس، يحط لك مواصفات مش كويسه، يحاول ان هو يخدعك في بعض الامور عشان خاطر ياخد حقوقه، فده مش صح، ده مش ما بيؤديش لجوده. فالاربع مبادئ اللي قلنا عليهم ان لازم الكواليتي تسعى الى الكاستمر ساتسفاكشن، لازم عشان توصل للكواليتي لازم يكون حضرتك بتشتغل دايما كونتينوال امبروفمنت، لازم المانجمنت بتاعت الاورجانيزيشن اللي فيها البروجكت ده تكون ريسبونسبل لموضوع الكواليتي زي ما شرحنا، واخر حاجه لازم يبقى وين وين ديل او ميتشوالي بينفيشال بارتنرشيب مع السبلايرز او مع السب كونتراكتورز. طيب نقدر نقول ايه تاني؟ ندخل على ال project quality management. project quality management، فلما نيجي نتكلم عن project quality management هنبقى بنتكلم عن كل البروسيسز والاكتيفيتيز اللي بتنفذها الاورجانيزيشن عشان تحدد البوليسز والاوبجكتيفز والريسبونسبيلتيز بتاعت الكواليتي. project quality management works to ensure that the project requirements including product requirements are met and validated. الفرق ما بين البروجكت سكوب والبرودكت سكوب، كنا بنتكلم ان البروجكت سكوب هيبقى هو اللي بينكلود البروجكت ريكويرمنتس، والبرودكت سكوب هو البرودكت ريكويرمنتس، تمام. احنا لازم نفرق هنا ما بين المتطلبات الخاصه بالمشروع اللي المفروض معمول خصيصا عشان ينتج هذا المنتج، والمواصفات والمتطلبات الخاصه بالمنتج نفسه. يعني انا لو هضرب اكزامبل كده بسيط عن الموضوع دوت، هاجي اقول لك والله احنا لو جينا بصينا مثلا ان يبقى عندنا المبنى اللي هنبنيه ده مقاوم للزلازل، دي تعتبر project requirement ولا product requirement؟ دي تعتبر product requirement. طيب انا عشان اعمله مبنى مقاوم للزلازل، فانا كشركة بتقوم بالمشروع اضطريت ان انا استأجر معدة معينة بتساعدني في تنفيذ تكنيك معين بيساعد في ان انت تبقى مقاوم للزلازل، فتوفر المعدة دي تعتبر project requirement مش product requirement، تمام. وبالتالي الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها في الموضوع دوت، حاجة اللي احنا بنتكلم عليها، يا ريت يا جماعة المهندس عبد الرحمن الرشيدي اقفل الكاميرا، تمام. ده الفرق ما بين البروجكت ريكويرمنت والبرودكت ريكويرمنت. لو جينا بصينا على الكرفانات مثلا اللي بتبقى محطوطه ومكيفه ومش عارف ايه في معظم المشاريع اللي بتبقى موجوده معانا، ده يعتبر بروجكت ريكويرمنت، فدي حاجه مش لهاش علاقه بالبرودكت، بس دي حاجه لازم تبقى موجوده عشان البروجكت نفسه يتم ويتعمل. احنا عندنا ثلاثه بروسيسز: بلان كواليتي مانجمنت، مانج كواليتي، وي كنترول كواليتي. بلان كواليتي مانجمنت، مانج كواليتي، وكنترول كواليتي. الاول
البروسس الاولى موجوده في البلاننج، البروسس الثانيه موجوده في الاكسكيوشن، البروسس الثالثه موجوده في المونيتورنج اند كنترول. بلان كواليتي مانجمنت، البروسس دي يا جماعه هي البروسس اللي انا زي ما قلت لكم كده بقول فيها احنا هنعمل ايه، احنا هنعمل ايه. The process of identifying quality requirements and all standards of the project and its deliverables. يعني انا هنا ببتدي احط الستاندرز والريكويرمنت بتاعه البروجكت والديليفرابلز، and documenting how the project will demonstrate compliance to with quality requirements and all standards. وبقول ازاي المشروع ده هيقدر ان هو يظهر اعلى درجات الالتزام بمعايير او متطلبات الجوده. The key benefit of this process is that it provides guidance and direction on how quality will be managed and verified throughout the project. يعني انا ببتدي او الهدف الاساسي من البروسيس دي انها بتديني جايدنس ودايركشن عن ازاي الكواليتي هيحصل لها مانجمنت وفيريفيكيشن خلال المشروع ده. This process is performed once or at predefined points in the project. ده بقى شايفين قدامكم بروسيس حلوه كده مليانه كلام. لو انتم مش شايفين او شغالين من الموبايل انا هحاول دلوقتي اعمل لكم زومينج عشان يبقى الموضوع واضح. دايما بنبدا منين يا جماعه؟ بنبدا من الاوتبوتس. الاوتبوتس عندي هنا كواليتي مانجمنت بلان وكواليتي متريكس وبروجكت مانجمنت بلان ابديت وبروجكت دوكيمنت ابديت. انا بعمل ابديت في البروجكت دوكيمنتس دي، تمام، وبعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلانز دي، والمفروض اطلع بيه كواليتي متريكس وكواليتي مانجمنت بلان. طب ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت تشارتر وبروجكت مانجمنت بلان بتنكلود كل الكلام ده، بروجكت دوكيومنتس بتنكلود كل الكلام ده، واي اي اف واي او بي اي. طيب ايه التولز والتكنيكس اللي عندي؟ لا انا عندي حاجات كتيره جدا وهاخدها دلوقتي، هاخدهم واحده واحده ونشوفهم. طيب تعالوا نقول الحاجات اللي احنا مش هنشوفها. Expert Judgment معروفة، Data Gathering إن هي تجميع بيانات، وفي تجميع البيانات استخدم أي وسيلة حضرتك تحتاجها تحت تفضلها. Benchmarking، Benchmarking نوع من أنواع المقارنة ما بين المشروع ده والمشروع المشاريع الأخرى. Brainstorming هو العصف الذهني، وInterviews اللي هي المقابلات. Data Analysis عندنا هنا Cost Benefit Analysis، والCost Benefit Analysis هنا بنبقى عايزين نتكلم عن نقطة مهمة ألا وهي هل انا مطلوب مني ان انا اعمل كواليتي لجزئيه معينه في البروجكت العائد منها اقل من التكلفه اللي هتتصرف عشان نعمل الكواليتي؟ انا عندي جزء معين، يعني انا مثلا عشان اعمل فاين تيونينج لجزء معين في البروجكت، عشان اعمل فاين تيونينج لجزء معين في البروجكت، او عشان مثلا اضبط دقة شيء معين ان انا اوصلها من 98% ل 99.5%، انا هصرف مثلا 20,000 دولار. طيب هي لو بقت 98% ايه اللي هيحصل؟ ايه اللوسز اللي هتحصل؟ اللوسز اللي هتحصل والله ان احنا ممكن لما نيجي نسلم الكلام دوت يخصموا لنا مبلغ معين، لما جينا حسبناه لقينا حوالي 500 دولار. فهل حاجه هتبقى تكلفتها بتاعت الخصم مثلا 500 دولار فانا اصرف عليها 20,000 دولار عشان اعملها؟ لا، لازم يبقى في كوست بنفيت اناليسز لكل حاجه انا بعملها في الكواليتي، العائد من الكواليتي والتكلفه عشان اعمل الكواليتي. فده اناليسز بيتعمل في الاول، وبالتالي انت هتحط الستاندرد اللي هيبقى ليها عائد. طبعا هنا ممكن يبقى قاعد حد بيسمعني يقول لي طب ما هو احيانا ما بيبقاش ليها عائد يا باشمهندس. هو العائد هنا يا جماعه بيتقاس من ناحيتين، يا اما مكسب هيتحقق يا اما ضرر هيحصل. بمعنى لو انت ما نفذتش الحاجات دي المشروع مش هيتسلم، يبقى اذا ده ضرر كبير جدا انت اكيد مش هتتحمله، وبالتالي هنا البنفيت اكبر بكتير من الكوست، وحضرتك مطلوب منك ان انت تدفع الكوست دي عشان تعرف تسلم. هتقول لي طب ما هو ده كده هيبقى غالي عليا. اقول لك امال انت وانت قاعد بتخطط للمشروع وقبل ما تقدم العطاء بتاعك او بتقدم البروبوزل كنت بتعمل ايه؟ ما انت كنت المفروض تعمل الكوست بنفيت اناليسيس دي وانت قاعد شغال، في حته مطلوبه، الحته دي هتكلفني كذا ودي هتكلفني كذا ودي هتكلفني كذا. بدات تعمل اجريجيشن او تعمل ايه؟ تجميع للتكاليف دي كلها، زي ما كنا بنتكلم في الكوست استيميشن
بتاعت المرة اللي فاتت، تمام؟ فالمفروض انت بتقعد تشوف تكلفة تحقيق الجودة هنا قد ايه، تكلفة تحقيق الجودة هنا قد ايه، والله بتشوف البروجكت كله على بعض. لقيت البروجكت كله على بعض مثلا 5 مليون وهم والله او في كومبيتيتورز مقدمين 4 مليون و4 مليون ونص وكلام من ده. طيب هم حاجه من اتنين، يا اما عاملين حسابهم ان هم هي مش هينفذوا الكواليتي دي بس بشكل ما هيعرفوا يسلموا، يعني من الاخر يعني في نوع من انواع الكوربشن يعني، او ان هم عندهم طرق تانية مش موجوده عند حضرتك، او عندهم تكنيكس او عندهم تولز مش موجوده عند حضرتك هتمكنهم من ان هم يعملوا الحاجه دي، او في النهايه ان المشروع دوت انت ما عندكش الخبره الكافيه فيه فهتسيبه وهكذا. فلازم تعمل الكوست بنفيت اناليسيس. طيب الكوست اوف كواليتي لسه قايلين عليها من شويه اللي هي تكلفه الجوده نفسها هتبقى قد ايه. في عندنا برايوريزيشن ماتريكس اللي هي تحت ديسيجن ميكنج كتول، وعندنا كمان فلو تشارتس ولوجيكال داتا موديل وماتريكس دايجرامز ومايند مابينج. الخمسه دول هنشوفهم دلوقتي. تيست اند انسبكشن بلاننج اللي هو بدل انت يعني انت الموضوع بتاع تيست وانسبكشن لازم برضو يتخطط، يعني لازم يبقى انت من الاول عامل حسابك على ان في وقت وفي تكلفه للتست والانسبكشن. ففور اكزامبل لو افترضنا ان في حاجه عشان يتم اختبارها لازم يبقى ما فيش شغل في الموقع، فانت لازم وانت بتعمل الجدول الزمني تخطط لبعض الايام اللي ما هيبقاش فيها شغل في الموقع، وبالتالي انت لازم تخطط للانسبكشن ولازم تخطط للتستنج. يعني ما ينفعش تقول والله الشغل عادي والتستنج كده كده هيتعمل، لا، في تيست، في انسبكشن، في حاجات ديستركتيف، في حاجات بتتطلب خلو الموقع من العمال نتيجه ان مثلا التيست ده هيشكل خطر عليهم، او ان احنا عشان نقدر نتيست لازم مثلا يبقى ما فيش صوت شغال، اي حاجه من الحاجات دي. فانت بتبتدي تعمل بلاننج للتيست والانسبكشن. واخر حاجه الميتنج اللي هي المقابله. تعالوا بقى نشوف الايه، تعالوا نشوف التولز اللي اتكلمنا عليها. اول حاجه البرايوريزيشن ماتريكس اللي هي بتساعد حضرتك في ان انت تاخد الديسيجن، انك تميك ديسيجن. افترض ان حضرتك عندك دلوقتي مجموعه من المهام انت ما انتش عارف تعمل مين فيهم الاول او مين الاولى بان هي تاخد اهتمامك، او انت وقتك محدود ومش قادر تنفذ العشرة وعايز تشوف مين الاربع مهام اللي تنفذهم من العشرة. طيب نعمل ايه عشان ننفذ المهام دي، او سوري نعمل ايه عشان نحدد الاربع مهام اللي المفروض ننفذها. طيب هنفترض ان كل مهمه من دول في ليها درجه من درجات الديفيكولتيز الصعوبه وليها فاليو او عائد، يعني نقدر نقول ديفيكولتي بتمثل بالنسبه لي ممكن الكوست اللي انا هدفعه في الموضوع. وغالبا يا جماعه برضو عايزكم تتبعوا دايما لما بنقول كوست ما بيبقاش معناها فلوس، كوست بتعني كل ما ستتكبده او تتحمله من اجل تحقيق الحاجه الفلانيه او الوصول ليها. فلو حضرتك هتقدم وقت، لو هتقدم موارد، لو هتقدم استغناء عن حاجه تانية، كل ما ستتحمله من اعباء او تكاليف او فلوس او اي حاجه من الحاجات دي عشان توصل لحاجه ده يعتبر كوست. طيب احنا عندنا دلوقتي فاليو وعندنا ديفيكولتي، هنبتدي نعمل نوع من انواع الاسسمنت للمهام اللي عندنا. كل مهمه من دول الفاليو بتاعتها ايه من واحد لحد 10، تمام؟ درجه من واحد لحد ايه؟ لحد 10. فنمسك فولو اب ويز كوتشنج كلاينتس، كرييت اوت لاين فور سمول توب كورسز. المهندس محمد بيقول لي مفيش برايورتي، مش عارف يعني ايه مفيش برايورتي، بس يعني مبدئيا لو عايز يكتب حاجه يا جماعه يكتبها على العام، ما يكتبهاش برايفت طالما سؤال او ما هياش حاجه خاصه يعني. خلاص خلينا نركز في اللي عندنا. لو احنا دلوقتي عايزين نعرف نعمل ايه الاول او ايه هي الحاجات اللي ليها برايورتي، فاحنا بندي لكل حاجه من دول فاليو وبندي لكل حاجه من دول ديفيكولتي ليفل. فنبتدي نشوف كده، لو جينا نشوف من الاول كده هنا، سوري من 1 ل 8 يا جماعه مش من 1 لايه ل 10، من 1 ل 8. طيب لو جينا هنا كده نشوف ال following up with coaching clients 8، هنا ده 6، هنا ده 8. عادي على فكره ان اكتر من حاجه تاخد نفس الايه، نفس الليفل، لان نفس درجه الاهميه او نفس القيمه. ونعمل نفس الكلام مع difficulty،
نعمل نفس الكلام مع الديفيكالتي. الأعلى في الصعوبة بتاخد درجة قليلة، والأقل في الصعوبة بتاخد درجة عالية. تمام؟ لا، العكس. العكس، الأعلى في الصعوبة بتاخد الأعلى في الصعوبة بتاخد درجة أعلى، والأقل في الصعوبة بتاخد درجة قليلة. تمام؟ طيب، والسكور بيكون عبارة عن إن أنا بقسم الفاليو على الديفيكالتي، بقسم الفاليو على الديفيكالتي، فببتدي أقول إيه؟ 8 على 3 ب 2 و7 من 10، 6 على 5 ب 1 و2 من 10، 8 على 6 ب 1 و3 من 10. بعد كده أعمل إيه؟ بعمل سورتنج هنا من الأكبر للأقل، أعمل سورتنج هنا من الأكبر للأقل، فيبقى عندي الوضع بالشكل ده. فإن سكور هنا 3، 2 و7 من 10، 1 ونص، وهكذا. فتبتدي تاخد من فوق لتحت كده. هي بتبقى عبارة عن ايه؟ ان الفاليو مثلا بتاعت الاسكادول ميتنج 6 ودرجة الصعوبة 2، وبالتالي انا هنا لما اقسم 6 على 2 يبقى 3، اذا دي هتاخد مني تكلفة او وقت قليل وهتديني فاليو اعلى، فتبقى دي عندي اعلى في البرايورتي، وهكذا في اللي بعدها 8 على 3 ب 2 و7 من 10 وهكذا. فيبقى انت كده حددت المفروض تشتغل ايه. لو خدتوا بالكم الارقام هنا اتغيرت، الأرقام كانت طبعا قبل كده اهي 1 2 3 4 5، دلوقتي بقت 5 1 7 3 6 وهكذا. خلاص؟ طيب، عندنا ايه تاني؟ عندنا الفلوت شارتس. فلوت شارتس احنا بنستخدمها عشان طب انا عايز بس اقول حاجه هنا في الاول، ايه علاقه ده بالجوده يا جماعه؟ يعني ايه علاقه ده بالجوده؟ هنفترض ان حضرتك عندك مجموعة من المعايير عايز ان انت تطبقها كمعايير جودة، بس انت ما عندكش الا الوقت ولا التكلفة انك تطبقهم كلهم، فعايز تحدد ايه هي الحاجات ذات الاولوية من المعايير دي كلها عشان تطبقها. فتقوم عامل ايه؟ تقوم حاططهم كلهم كده وتشوف الفاليو بتاعت كل حاجة منهم في الكواليتي. يعني مثلا في حاجة محدش هيقدر ما يقبلهاش، سوري، مفيش حاجة محدش هيستغنى عنها، الناس كلها محتاجاها، في حاجة أقل من ذلك وفي حاجة أعلى من ذلك. تمام؟ فتبتدي تحط كل المعايير وتشوف الديفيكالتي بتاع التنفيذ كل واحد، وبناء عليها تطلع السكور، وبعد كده تقوم إيه مرتب الدنيا، فهيقول لك إيه هي الحاجة اللي أنت لو عملتها هتدي لك قيمة عالية قوي ومش هتتعبك في تنفيذها. فدي هي البريوريتيزيشن ماتريكس. طيب، نيجي للحتة بتاعت الفلوت شارت. فلوت شارت زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بتبقى عايز تعمل اناليسيز او عايز ترسم المسارات بتاعت الشغل. ان انت مثلا لو ما لقاش الحاجه الفلانيه موجوده يروح يعمل كذا. طيب، انت اللي ممكن تحصل اثناء الشغل ما تبقاش متغطيه بحاجه. طيب، الناس بتبعت رسائل. طيب، مهندس محمد استأذنك بس معلش ارداش رسائل اثناء الشرح وخلي اي سؤال للاخر. ماشي؟ طيب، فاحنا هنا في الفلوت شارت بنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنبقى عايزين نغطي كل الاحتمالات عشان ما يبقاش فيه احتمالات ممكن تؤدي الى مشكله او تعطيل للشغل او عيب ممكن يحصل. يعني مثلا انا النهارده بصب خرسانه وبجيب خرسانه جاهزه، المفروض ان الخرسانه الجاهزه دي بيكون ليها درجة حرارة معينة لما توصل الموقع وهكذا. طيب، أنا عايز أقول للمهندس اللي موجود لو الحرارة كذا اعمل كذا، ولو الحرارة كذا اعمل كذا. فهقول له الكلام ده، أفضل طريقة أبلغه بيها الكلام ده أو أحط بيها سيستم للكلام ده هي الفلوت شارت اللي احنا شايفينه قدامنا. طبعا الفلوت شارت لأي حد من السادة المهندسين. طيب، يعني الصوت بيقطع وبيروح وبيجي. طيب، اعيد يا جماعه، قولوا لي كده انتوا كنتوا سامعين كويس لحد فين، وانا اعيد الجزء اللي قطع فيه الصوت. الفلوت شارت، اقول الفلوت شارت من الاول ولا في قبل الفلوت شارت ما كنتوا سامعين؟ طيب، المهندس اسامه بيقول لي الصوت تمام ما فيهوش مشكله. طيب، ماشي، نعيد الفلوت شارت يا جماعه. فاحنا بنقول في الفلوت شارت، انا شرحت من شويه ازاي استخدم البريوريتيزيشن ماتريكس كتول في ان انا احدد اولويات الجوده بتاعتي، اولويات الكواليتي ريكويرمنتس عندي. تمام؟ طيب، دلوقتي انا هتكلم على
الفلوت شارت ازاي ممكن برضو استخدمه. انا ببقى عايز اغطي اي احتمال ممكن يحصل اثناء التنفيذ في الشغل، او بلاش انا عايز اقول لك تعمل الحاجه صح ازاي. انا كان في اكزامبل، كان بعض المهندسين او بعض الساده الزملاء الافاضل حضروا معايا الكورس الاونلاين قبل كده لما اديته مع اكاديميه ملتقى الدارين او معهد ملتقى الدارين، كان في اكزامبل شهير ومعظم الزملاء يعني وصرنا بعد كده اصدقاء مع بعض ان شاء الله افتكروا الاكزامبل ده وكان مميز ليهم جدا. كنا بنتكلم وبنضرب الاكزامبل على ان احنا هنعتبر ان المشروع بتاعنا ان احنا عايزين ننتج تشيكن مشويه، فرخه مشويه، تمام؟ فالفرخه المشويه دي عشان تطلع للنور او تبقى تتقدم للعميل في ليها صوره نهائيه المفروض تطلع بيها، بس عشان تطلع بالصوره النهائيه دي في حاجات لازم تتعمل في النص، في درجة حرارة لازم تتزبط في الفرن، في تايم معين لازم نحطها في درجات حرارة معينة، في تتبيلة معينة لازم تتعمل فيها، في حاجات كتيرة جدا. كون ان انا اجي في الاول واقول ايه اللي يتعمل عشان تطلع في النهاية عندي مثلا، خلينا نخليها تكة، فراخ تكة، ده نوع من انواع يا جماعة دجاج تكة او طريقة من طرق التسوية. هنفترض ان احنا عايزين نطلع الفرخة دي او الدجاجة دي مطهية بطريقة التكة، تمام؟ فليها طريقة معالجة معينة. طيب طريقة المعالجة دي اللي يقول عليها مين؟ اللي يقول عليها يبقى احنا كده بنعمل كواليتي بلاننج، تمام؟ طيب تنفيذ الكلام دوت عشان يطلع في النهاية البرودكت بالشكل اللي احنا عايزينه، ده كواليتي مانجمنت وكواليتي ايه؟ اشورنس. كون ان الفرخة بقى او الدجاجة في النهاية لما تطلع تبقى بنفس درجة التسوية اللي أنا عايزها، بنفس درجة الإحمرار، بالبرزنتيشن اللي أنا عايزه، بكل حاجة، فده في النهاية الكواليتي كنترول. كون إنها طلعت كده فأنا هقدمها للعميل فكده يبقى accepted product، ما طلعتش كده هيبقى إيه؟ مش accepted. طيب فلما أنا أجي أقول لك دلوقتي على سبيل المثال قيس درجة حرارة الفرخة، ولو لقيتها أقل من 150 أعمل كذا، ولو لقيتها أعلى من 150 أعمل كذا، افضل طريقه ابلغك بيها الستبس دي كلها هي الفلوت شارت. ابتدي اعمل لك الفلوت شارت بالطريقه دي كده. دايما ده في الفلوت شارت يا جماعه اسمه ايه؟ مربع اتخاذ قرار او سؤال او كويشن. دايما بيتفرع ليه يس ونو، بيبقى جواه سؤال. يس اعمل كذا، نو اعمل كذا. نفس الكلام وهكذا. فدي فكره الايه؟ الفلوت شارت. طيب ايه تاني؟ عندنا حاجه اسمها لوجيكال داتا موديلنج. لوجيكال داتا موديلنج ده بيستخدمه اصلا الجماعه كمان بتوع السوفت وير خاصه، ده حاجه اساسيه عندهم جدا، ان انت بتبتدي تعمل زي ريبريزنتيشن او موديلنج للبيانات اللي عندك بس بشكل لوجيكال. خلاص ايه الشكل اللوجيكال؟ ان انت بتبتدي تحط مثلا ان انت الكاستمر ده تيبل عندك، بتبتدي تحط له مجموعه من الاتريبيوتس. كاستمر اي دي ده بيعتبره برايمري كي، تبتدي تحط له مجموعه من الاتريبيوتس وتقول ان في علاقه ما بين الكاستمر والاوردر. الكاستمر ده هيعمل اوردر، صح؟ بس ممكن يعمل كذا اوردر، لكن الاوردر هيبقى بتاع كاستمر واحد، وبالتالي الريليشن هنا بتبقى 1 تو ماني، 1 من ناحيه الكاستمر وماني من ناحيه الاوردر. ما ينفعش الاوردر الواحد يعمله كذا كاستمر، تمام؟ لكن الكاستمر الواحد يعرف يعمل كذا ايه؟ كذا اوردر. والاوردر الواحد بيبقى ليه اكتر من ديتيل في برودكت، في مش عارف ايه وايه وهكذا. الاوردر ديتيل وهنا البرودكت ليه علاقه بالاوردر ديتيل، وهنا برضو 1 تو ماني وهكذا. طبعا انا لو في حد بتاع سوفت وير هو اول ما شاف الشكل اصلا فاهم، مش مستني مني الكلام. لكن تعالى نتكلم للناس اللي مش بتوع سوفت وير. هنفترض ان احنا برضو بنتكلم على موضوع التشيكن اللي احنا عايزينها تبقى جريلد تشيكن بطريقه التكه، تكه جريلد تشيكن. فانت بتبتدي تمسك التشيكن نفسها وتعمل لها اتريبيوتس بتاعتها، وتبتدي تشوف الوجبة النهائية هتبقى ايه. انا عندي الشيف مثلا، الشيف ممكن احطه هنا هيعمل كذا تشيكن، لكن التشيكن الواحدة هيعملها شيف واحد مش هيعملها كذا شيف، وهكذا. انت تبتدي تمسك الحاجات عندك وتعمل لها مودلينج بنفس الطريقة. طب المودلينج ده بيفيد في ايه؟ المودلينج ده بيفيد في ان حضرتك لما تيجي تتعامل مع المشروع يبقى عندك ريبريزنتيشن لكل جزء في المشروع، تقدر تربط ما بين العلاقات وتشوف. على سبيل المثال لو مثلا احنا بنقول ان الشيف الواحد بيعمل كذا تشيكن، لكن التشيكن الواحده ما بيعملهاش اكتر من شيف، فانت بتيجي عندك كذا شيف بقى بيعملوا كذا تشيكن. لما تلاقي تشيكن معينه فيها مشكله تروح تدور مين الشيف اللي ايه اللي عملها.
طبعا انا بضرب اكزامبل بدائي شويه يا جماعه، بس انتوا ممكن يكون عندكم اكزامبلز احسن من كده، وممكن الناس في من الزملاء في البريك يقولوا لنا، او مش في البريك يعني في البريك او في الجزء بتاع الاسئله يدونا اكزامبل احسن من كده. طيب عندنا حاجه كمان اسمها ميتريكس دايجرام. ميتريكس دايجرام ده عباره عن طول حضرتك برضو بتقدر من خلالها تحدد مسؤوليه كل عنصر من العناصر المساهمه في انتاج الجوده في انتاج الجوده. يعني ايه؟ انا النهارده عايز اعمل بيتر كاب اوف تي، عايز اعمل كوبايه شاي بس معموله بايه؟ بمعلمه، يعني شاي بلبن مثلا. خلاص؟ طيب فانا بدات ادرس ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الى ان في كوبايه شاي كويسه. فبدات احط الكوزس والافكت. الافكت عندي اللي هو هيطلع اللي انا من خلاله اقدر اقيم الجوده بتاعه الكاب اوف تي، يا اما التيست يا الفوليوم التمبريتشر. تمام؟ فانا ببقى عايز تيست كويس، وعايز كميه شاي كويسه، وعايز درجه حراره الشاي تبقى مناسبه. فبدات احط العناصر المساهمه في انتاج عمليه انتاج كوبايه الشاي. فلقيت ان في عندي بويل كتل، وفي ادينج ووتر، وادينج تي، ادينج شوجر، ادينج ميلك، وستيرنج اللي هو التقليب. تمام؟ طيب فبدات اشوف مسؤوليه كل واحده من دول على ان انا اطلع كل عنصر من العناصر دي. هنا في الميتريكس دياجرام عندنا ثلاثه سيمبلز رئيسيين، في الدائره، وفي الدائره المنقوطه، وفي المثلث سيركل ودوتد سيركل والتريانجل. تمام؟ التريانجل ده بيبقى واحد، يعني انت لما تحب تقول الحاجه دي الريسبونسبيلتي بتاعتها عن الموضوع دوت قليله، فانت بيبقى غالبا بتحط التريانجل ده عشان تقول هنا واحد. طيب الدائره ديت بتديني سكور 3، الدائره المنقوطه بتديني سكور 9. هتقول لي والله ليه كده؟ هقول لك الديزاينر اللي عمل التول دي عملها كده 1 3 9. تمام؟ فيبقى الاكزام بيبقى التريانجل عندي هنا بي 1، والسيركل ب3، والدوتد سيركل ب9. تمام؟ طيب فتبتدي انت تيجي تقول والله انا لو جاي ببص وبربط العلاقه ما بين التيست والبويل كتل مش هلاقي حاجه خالص. مفيش علاقه ما بين التيست والبويل كتل. تمام؟ طيب لما اجي اقول العلاقه ما بين الفوليوم والبويل كتل، هلاقي علاقة بس مش كبيرة قوي. يعني فوليوم هنا يا جماعة اللي هو حجم او كمية او يعني الكوباية مليانة قد ايه، لان على حسب الكتل، على حسب الايه الكتل، على حسب الكمية اللي بياخدها يعني سعة الكتل، فيبقى في فوليوم. طيب نفس الكلام العلاقة ما بين البويل كتل والايه والتمبريتشر، طبعا على حسب كفاءة الكتل فنقدر ان احنا نقول التمبريتشر بتاعت الشاي، وهكذا. ادينج ووتر بيساهم في التيست بنسبة قليلة، والفوليوم الادينج ووتر بيساهم في الفوليوم بنسبة اكتر فحطيت له 3، وبيساهم في التمبريتشر بنسبة اعلى فحطيت له 9، وهكذا. طيب المفاد بتاع الموضوع ده ايه؟ انك بتبتدي تبص هنا على الجنب بعد ما تجمع كل الحاجات دي، وتشوف اكتر حاجه مؤثره في الموضوع هي ايه. ادينج ووتر دي السكور بتاعها 13، يجي بعدها ادينج ميلك السكور بتاعه ايه 11. تمام؟ طيب لو جينا نبص على نسبه تاثر كل واحده من دول بالعوامل دي كلها نلاقيها ايه، التيست اكتر حاجه بتتاثر هنا ايه، التيست. الحاجات دي كلها بتؤثر في التيست اكتر من الفوليوم والتمبريتشر. تمام؟ فدي ميتريكس دياجرام كتول من التولز اللي حضرتك ممكن تستخدمها في ان انت تعمل كواليتي. طب برضه هنرجع نقول طب نستخدمها ازاي؟ نفس الاكزامبل ده يا جماعه، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تبتدي تحسن في جوده كوبايه الشاي. فبدات تعمل اناليسز للعلاقه ما بين الجوده، تحلل عناصر الجوده، كوبايه الشاي نفسها الجوده بتاعتها عباره عن ايه وايه وايه، والاسباب اللي ممكن تؤدي لجوده في الحاجات دي ايه؟ نفس الكلام ده ممكن تطبقه على اي حاجه عندك في البروجكت بتاعك. ايه تاني؟ المايند مابنج. المايند مابنج من الحاجات اللطيفه احنا كنا استخدمناها في اول محاضره عشان ريبريزنت النولج ارياز والبروسيس جروبس اللي عندنا. فببساطه شديده جدا حضرتك قررت تعمل مايند مابنج للسبورتس، فقسمت السبورتس لووتر سبورتس واندفيدوال سبورتس
كونتاكت سبورتس وتيم سبورتس. وجيت عند الووتر سبورتس لقيت ايه؟ ووتر ايروبيكس وسويمينج ودايفنج ووتر ايه؟ بولو. وجيت عند تيم سبورتس باسكت بول وبيسبول وفوتبول وهوكي وهكذا. ممكن تمسك كمان البيسبول وتطلع منها حاجات وهكذا. طريقة المايند مابينج بتساعدك في انك تقدر تشوف الحاجة كلها بالشكل شجري. لو انت عايز تريبريزنت مثلا نقول ايه، نقول ان انت هتحط هنا في النص البرودكت اللي بيطلع لك. البرودكت اللي بيطلع لك في النهاية جاي من اعمال خرسانية واعمال مش عارف ايه واعمال ايه واعمال ايه. طب الاعمال الخرسانية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، زي شبه كده الورك بريك داون ستراكشر. هي المايند مابينج نفس الايه، نفس الفكرة. طيب ايه تاني؟ احنا كده خلصنا التولز، التولز كلها اللي كانت عندنا. فعندنا دلوقتي ايه بقى؟ عندنا الكواليتي مانجمنت بلان، اللي هي كواليتي مانجمنت بلان والكواليتي ميتريكس، اللي هم الاثنين اوتبوت اللي كانوا عندي في الاوتبوت اللي مختلفين عن بقيه الحاجات. طيب قال لك في الكواليتي مانجمنت بلان it is a component of the project management plan that describes how applicable policies, procedure and the guidelines will be implemented to achieve the quality objective. يعني هي الكومبوننت من خطة إدارة الجودة، من خطة إدارة المشروع، اللي بيكون فيها إزاي الـ applicable policies والـ procedure والـ guidelines will be implemented to achieve the quality objective. طيب it includes إيه يا جماعة؟ it includes quality standards that will be used by the project. الـ standards اللي هنستخدمها في المشروع، quality objectives, quality rules and responsibilities, the project deliverables, project deliverables and processes subject to quality reviews, quality control and the quality management activities planned for the project, quality tools that will be used for the project. كل الحاجات دي بتكون موجودة في الكواليتي مانجمنت بلان. طيب نيجي للكواليتي ميتريكس. ايه هي الكواليتي ميتريكس؟ قال لك هي العناصر اللي انا هقيس بيها الجوده بتاعه المشروع. قالك quality metric specifically describes a project or product attribute and how the quality control process will verify compliance to it. على سبيل المثال ممكن نقول ايه هي الحاجات اللي هنقيس بيها الكواليتي في المشروع. ده مجرد examples يا جماعه. percentage of tasks completed on time، نسبه المهام اللي خلصت في الوقت المحدد. cost performance measured by CBI، cost performance اللي احنا قسناه بالسي بي اي اللي بنجيبه قبل كده. فيلر ريت، ايه هي معدل او نسبه الاخطاء اللي بتحصل. نمبر اوف ديفكتس ايدنتيفايد بير داي، كم عدد الاخطاء اللي بنمسكها كل يوم. توتال داون تايم بير مانث، كم عدد المرات اللي بيبقى الدنيا واقفه فيها او متعطله خلال الشهر. ايرورز فاوند بير لاين اوف كود، ايرورز فاوند بير لاين اوف كود. Customer satisfaction scores and the percentage of requirements covered by the test plan as a measure of test cover. ففي النهاية احنا عندنا اي متريكس حضرتك تبقى حطتها للبروجكت او حطتها في البروجكت تقيس بيها الكواليتي، حضرتك ممكن تستخدمها. المتريكس هي الاتريبيوتس اللي بتقيس بيها الكواليتي يا جماعة. تمام؟ فدي كده عندنا الكواليتي بلان اهي، وفي الكواليتي ميتريكس اللي هم كانوا الاثنين اوتبوت اللي كانوا موجودين عندنا هنا اهو. تمام، كواليتي مانجمنت بلان وكواليتي ميتريكس. الباقي دي كلها حاجات عارفينها، وقلنا كل الحاجات اللي هنا وبرده الحاجات اللي هنا قلناها. دلوقتي الساعه 10 ل 10 ده وقت البريك الثاني. ناخد البريك ونرجع ان شاء الله الساعه 10 و5. مانج كواليتي اسمها ايه؟ مانج كواليتي. في البروسيس اللي فاتت احنا كنا بنخطط للجوده، كنا بنقول ايه هي الريكويرمنتس اللي المفروض نحطها، وايه هي الستاندرز المفروض نحطها، وايه هي السبيسيفيكيشن اللي هنحققها، وهنحققها ازاي. مش هنحققها ازاي يعني ننفذ، لا، ازاي لما نيجي ننفذ نحققها. يعني انا ممكن اقول لك مثلا يعني انا عايز الوان الجدران تبقى موف. هل انت كده عرفت ان الجدران المفروض تبقى موف، بس انا ما قلتلكش تخليها ازاي موف بالدرجه اللي احنا عايزينها. فهبتدي اقول لك برضو بالاضافه لان احنا عايزينها موف،
عشان تخليها موف حضرتك هتستخدم الكود اللي مثلا لو احنا شغالين ار جي بي هنقول الار كذا الجي كذا البي كذا. وحضرتك مثلا لو افترضنا ان الدرجة الموف دي بتحتاج معاملة معينة اثناء الخلط، حط اللون ده الاول وبعدين حط اللون ده وبعدين اعمل كذا وبعدين حط وش واعمل، يعني هقول لك على الستبس اللي المفروض تتبعها او على البروسيس المفروض تتبعها عشان تحقق الريكويرمنت المطلوب. كل ده كنت بعمله فين؟ كل ده كنت بعمله فين؟ في البلاننج. هاجي بقى في المانج كواليتي هنفذ اللي انا بعمله ده، بس انا هنا في مرحله مانج كواليتي ببتدي امشي على الستبس واطمن ان كل ستيب مظبوطه. لو رجعنا للمثال بتاع التشيكن اللي هي التيكا جريلد تشيكن، افترض ان الريكويرمنتس ان هي تطلع محمره بدرجه معينه وتطلع مستويه بدرجه معينه ونسبه التيست بتاعها ليها تيست معين والصوص ومش عارف ايه والكلام ده كله. فعشان اطلعها بالشكل ده، ده كده الريكويرمنت بتاع الفاينل برودكت. فلما جيت اطلعها عشان اطلعها بالشكل ده، الشيف قال لي عشان تعمل الكلام ده مفروض تحطها في الفرن لمده 20 دقيقه على درجه حراره 90 وبعدين تحطها لمده 10 دقائق على درجه حراره 120. اذا هنا انا بدات اعرف هنا انا عامل ايه عشان احقق دي. طيب انا بقى باجي في مانج كواليتي ببتدي احقق الحاجات دي. ممكن لما احققها ما يطلعش الفاينل برودكت زي ما احنا عايزين، بس احنا بنعمل الحاجات اللي المفروض تخلي الفاينل برودكت يطلع كويس، المفروض تخلي الفاينل برودكت بتاعي يطلع كويس. وبالتالي انت في مانج كواليتي بالترانسليت الكواليتي مانجمنت بلان انتو اكسكيوتابل كواليتي اكتيفيتيز that incorporate the organization's quality policy into the project. انت بتترجم كل الحاجات اللي كانت في الخطه لحاجات تدوت activities او انشطه تنفيذيه. الانشطه التنفيذيه دي المفروض انها بتنكوربوريت الاورجنايزيشنز كواليتي بوليسي. يعني انت بتفترض دلوقتي ان انت بتعمل البروجكت ويذن اورجنايزيشن، الاورجنايزيشن دي عندها كواليتي بوليسي، وان المفروض اصلا الكواليتي بلان اللي حطيتها بتنكوربوريت الكواليتي بوليسي بتاعت الاورجنايزيشن. The key benefit of this process are that it increases the probability of meeting the quality objectives as well as identifying ineffective processes and the causes of poor quality. Managed quality uses the data and results from the control quality processes to reflect the overall quality status of the project. طيب بصوا يا جماعه الحته ديت انا بتكلم هنا عن ايه؟ بتكلم عن المانجد كواليتي بتستخدم الداتا اللي جايه من البروسيس اللي هي كواليتي كنترول. تقول لي طب ما الكواليتي كنترول بعدها ازاي بتستخدم الداتا اللي جايه منها؟ هرجع تاني وافكرك بان الترتيب اللي بندرس بيه مش لازم يكون هو ترتيب اللي بيتنفذ في الحقيقه. الحاجه الثانيه ان احنا دايما عندنا فكره الريبيتيشن، ان احنا بننفذ مانج كواليتي وننفذ كواليتي كنترول وبنرجع تاني ننفذ مانج كواليتي وهكذا. وبالتالي ان انت الداتا اللي بتطلع عندك بتاخدها مثلا من البرودكت الاول وتدخل تمانج كواليتي على البرودكت الثاني وهكذا. طيب يا جماعه في مسجز يا ريت بتكون بتتكلم عن الصوت وبس عشان بتعمل لي انتربشن. هي ايه اللي مش ظاهره؟ البرزنتيشن مش ظاهره؟ معقول؟ طيب كده يا زهرة فين 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 ثواني كده زهرة يا جماعة. طيب عاوز اعمل بو طيب فاحنا بنتكلم على ان مانج كواليتي بتيوز الداتا اللي جايه من الكنترول كواليتي عشان ترفلكت الاوفر اول كواليتي ستاتس لمين؟ للستيك هولدرز. تبتدي تدي للستيك هولدرز ريبورتس بالاوفر اول كواليتي ستاتس. طيب والبروسيس دي يا جماعه بتتنفذ ثرو اوت ذا بروجكت، يعني على طول شغاله. طيب كواليتي اشورنس، احنا دايما عندنا تو تيرمز موجودين في مجال الكواليتي، وفي احيانا كده احنا بنستخدمهم بشكل انترتشينجبل، يعني بنستخدمهم بدل بعض في بعض المواضع، لكن احنا محتاجين ندستنجوش الترم ده ومعناه والترم الثاني ومعناه. عندنا
اشور او كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. ايه الفرق ما بين كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول؟ كواليتي كنترول انت هنا بتبتدي تعمل تشيك وانسبكشن على الفاينل برودكت بتاعك وبتبتدي تشوف مطابق ولا غير مطابق. الكواليتي اشورنس بتبتدي ان انت تعمل تشيك على البرودكت اثناء تنفيذه عشان تضمن انه باذن الله يبقى برودكت ذو كواليتي. تمام؟ طيب يبقى الكواليتي اشورنس بتبقى على البروسيسز اللي بتؤدي الى انتاج البرودكت، بينما الكواليتي كنترول بتبقى على البرودكت نفسه. كواليتي اشورنس بتبقى اثناء التنفيذ، الكواليتي كنترول بتبقى بعد التنفيذ على الفاينل برودكت. فضمان الجوده ومراقبه الجوده، في فرق ما بين ضمان الجوده اللي هو كواليتي اشورنس، تمام، ومراقبه الجوده اللي هو كواليتي كنترول. خلاص. فالكواليتي اشورنس بيقول لك ايه؟ بيقول لك مانج كواليتي از sometimes called كواليتي اشورنس، although مانج كواليتي has a broader definition than كواليتي اشورنس. الموضوع بتاع لا توجد شاشه ده تصلح ولا لا يا جماعه؟ مهندس وليد، عمر او عمور او عمر؟ لا تمام باشمهندس، الشاشه تمام واضحه ما فيش مشكله، تلاقي عنده هو، توكل على الله. Although managed quality has a broader definition than quality assurance as it is used in non-project work. يعني الquality assurance احيانا بتتقال هي والmanaged quality بدل بعض، ولكن المانج كواليتي broader شوية عن الquality assurance لانها بتدخل في non-project work، ممكن يكون متعلق بالoperation في الشركة نفسها. الحتة بتاعت managed quality بتلاقي فيها activities ممكن خارج المشروع عشان تؤدي الى كواليتي جوه المشروع. تمام؟ فهي دي القصه بتاعت مانج كواليتي وبدات كواليتي اشورنس وكواليتي مانجمنت. In project management the focus of quality assurance is on the processes used in the project. It is about using project processes effectively. يبقى الكواليتي اشورنس بتفوكس على ايه يا جماعه؟ بتفوكس على البروسيسز نفسها اللي هتنتج البرودكت في النهايه. يعني مثلا البروسيس بتاعه الشوي في حاله التيكا جريلد تشيكن دي تعتبر تبع الكواليتي اشورنس. البروسيس بتاعت التتبيل، البروسيس بتاعت الديفريزنج، البروسيس بتاعت البرزنتيشن، كل دي بروسيسز هتوصلني للفاينل برودكت اللي هو طبق فيه تكه جريلد تشيكن. تمام؟ كل دي بروسيسز انا بتبعها عشان اوصل لفاينل برودكت اوف كواليتي. اوكي؟ Quality assurance involves following and meeting standards to assure that the final product will. شايفين will دي؟ will دي هي تقريبا الكلمة المميزة لفكرة الاشورنس عندنا. will دي هي اللي بتقول لك ان شاء الله الفاينل برودكت يكون كويس. طيب لما نيجي نبص على البروسيس عندنا هنا بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي quality reports اللي هي تقارير الجودة، ان انت حضرتك بقى بدأت تطلع reports موجودة عندك عن ايه اللي تم ايه اللي ما تمش، ماشيين كويس مش ماشيين كويس وهكذا. تيست اند ايفالويشن دوكيومنتس، تبتدي تحضر الدوكيومنتس بتاعت التيست والايفالويشن. تشينج ريكويستس اللي هي طلبات التغيير اللي ربما حضرتك وانت بتعمل كده تلاقي ان حاجه محتاجه تغيير فتعملها وهكذا. بقى بروجكت مانجمنت بلان ابديتس والبروجكت دوكيومنت ابديتس. ايه الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت مانجمنت بلان وبروجكت دوكيومنت والاو بي اي. ايه التولز والتكنيكس؟ لا عندي تولز وتكنيكس كتيره بقى، تعالوا نشوفها كلها مع بعض. اول حاجه تشيك ليستس. تشيك ليستس دي حاجه عاديه اكيد كلنا بنستخدمها، فكره ان انت يبقى عندك حاجه عباره عن مجموعه حاجات فتبتدي تحطهم في التشيك ليست، وكل ما تنفذ حاجه منهم تعمل عليها ايه صح. على سبيل المثال لو اعتبر مثلا ان انت عندك حاجه اسمها send invites by email and text messages, prepare menu, pick up snakes, pick up beverages, pick up decoration. دي كلها الستبس اللي حضرتك كل ما هتنفذ حاجه هتعمل عليها كده، فدي تشيك ليست. فحضرتك لو جينا خدنا نفس التول دي وطبقناها على الاكزامبل بتاع تيكا جريلد تشيكن، فهاجي والله التتبيله تمت صح، هاجي اقول والله مش عارف الشوي تم صح، درجه حراره كذا صح، مش عارف ايه صح وهكذا. فدي التشيك ليست اللي انت حضرتك ممكن تمشي بيها. في حاجه كمان اسمها الافينيتي دايجرام. الافينيتي دايجرام بتبتدي تحط كل شويه حاجات شبه بعضها تحت بعضها، بمعنى ان احنا مثلا لو عندنا عيب بيحصل في الشغل بتاعنا او الفاينل برودكت
والعيب دوت تعالوا برضو ناخد نكمل مع الجريلد تشيكن بتاعتنا. هنفترض ان الفرن مثلا هنا الاوفن وبدل هنا الستاف، هنا مثلا وهنا الاوفن وهنا السورس او السبلاير وهنا مثلا الستورينج التخزين. فتبتدي تمسك كل حاجه منهم وتشوف ايه هي احتمالات ان ممكن يكون في سبب او خطا حاصل من الاتجاه ده او المصدر ده. على سبيل المثال في حاله الستاف، lack of staff training ده ممكن يكون جاي نتيجه ضعف التدريب او التدريب اللي تم او مفيش تدريب اصلا تم للستاف اللي عندي. difficulties recruiting ان انت عندك مشاكل في التعيين والاستقطاب. high overtime ان انت بتبتدي تشغل الناس اوفر تايم زياده عن اللازم. حالة الديستريبيوشن لو انت المشكله مشكله ديستريبيوشن ممكن تيجي من ايه؟ not enough trucks. not enough trucks ده اللي هو الشاحنات نفسها اللي بتوصل البرودكت مش كافيه. cooling systems in trucks unreliable. product damaged in transit او المنتج تم فساده او فسد اثناء النقل. تمام. quality variable ingredients quality لو ال الانجريدينس بتاعتك مش بتجيبها كل مره من نفس المصدر فبتيجي لك مره حادقه قوي ومره مالحه قوي ومره مش عارف ايه. packaging not strong enough. الباكجينج بتاع التشيكن وهي متخزنه في الثلاجه ما كانش كويس. capacity بقى insufficient ovens. limited storage space. seasonal demand. اي حاجه من الحاجات دي كلها. تمام. فالافينيتي دياجرام او الاشكال التقارب لو او التشابه لو هنترجمها يعني. تمام. طيب في كمان حاجه اسمها ايشيكاوا دياجرام او الفيش بون دياجرام. ايشيكاوا دياجرام او الفيش بون دياجرام انت من خلالها بتبتدي تعمل اناليسيس برضو لمشكله موجوده عندك في البرودكت او في البرودكشن او في البروسيس اللي عندك، وبتحط مشكلتك هنا في الميجر ديفكت. بتحطها فين؟ في الميجر ديفكت، وتبتدي تحط كل البوسيبل كوزز ليها هنا على الشكل اللي بيشبه سلسله العظم الخاصه بالسمكه اللي هي الفيش بون. تمام. اللي هو سلسله العظم او الشوك الخاصه بالسمكه ده بيبقى شبهها. طيب ايه الهدف هنا او بتتعمل ازاي؟ انت حضرتك بتحط مثلا ميجر ديفكت ان مثلا هنا البرودكت بيطلع لك دايما في جزء مكسور مثلا. فانت قلت والله لو هيطلع البرودكت اللي بيطلع فيه جزء مكسور ده سبب ممكن يكون من الميثود او الماشين او الماتيريال او التايم او الانرجي او البيرسونال او الميجرمنت او انفايرمنت. تمام. طيب ايه اللي ممكن يحصل؟ بتدي تمسك الميثود وتحللها، بتعمل لها فيش بون هي كمان هنا فيش بون وهكذا، والماشين نفس الكلام تعمل لها فيش بون كده 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 كده، الماتيريال نفس الكلام هنا برضو، التايم وهكذا. ولو في تفرع بعد التفرع ده برضو اعمله، خدت حاجه من هنا كده من اللي طالع من هنا اعمل لها فيش بون تاني. طيب بعدين تعمل ايه بقى؟ تبتدي تشوف نسبه كل حاجه من الحاجات دي، نسبه مسؤوليه كل حاجه من الحاجات دي عن الايه؟ عن الموضوع ده، نسبه كل حاجه من الحاجات ديت عن المشكله اللي حصلت. يعني ممكن مثلا ببتدي امسك ال 100% اقسمها على اللي عندي دول كلهم. اقول هنا 10%، هنا 15، الماتيريال طلع لا 25%، مش عارف ايه هنا التايم وهكذا، عشان ابتدي اشوف ايه اكتر نسبه او اكتر حاجه مسؤوله عن المشكله اللي حصلت. وامسك الحاجه اللي هي الاكتر دي وابتدي اقسم كمان فيها، اعتبرها 100% واعمل لكل الافرع بتاعتها نفس القصه كده، اقسم النسب بتاعتها عليها وهكذا مع الفرع لحد ما اوصل للروت كوز، السبب الاساسي في المشكله دي. هلاقي ان مثلا لو في الماتيريال هلاقي الماتيريال دي اعلى نسبه عندي 30 او 40%. تمام. وهمسك في الماتيريال لو في مثلا هنا اربع او خمس حاجات كمان، هلاقي من وسط الماتيريال دي كلها، يعني مثلا لو احنا لسه بنتكلم على التيكا جريلد تشيكن، ولقيت ان التيكا جريلد تشيكن دايما بتطلع مالحه زياده عن اللزوم، بتطلع مالحه زياده عن اللزوم، فبدات احلل، لقيت ان المشكله في الماتيريال اللي انا بستخدمها في التتبيل اكتر حاجه مسؤوله عن ممكن تعمل الكلام ده. مثلا ممكن تلاقي تايم زيرو، ممكن تلاقي انرجي زيرو، بيرسونال زيرو، فتلاقي ان في نسبه مثلا ما بين الماشين وما بين الماتيريال او معظمها في الماتيريال. فتمسك الماتيريال بقى تبتدي تحلل، هي السورس
ولا هي التتبيله ولا هي الماده اللي بعمل بيها دي فريزنج ولا هي اللي مش عارف ايه وهكذا. مع الاسباب لحد ما توصل روت كوز اللي هو بيسبب او اكتر حاجه المشكله دي اللي لما تحلها تبقى حليت 90% من المشكله. تمام؟ فهي دي فكره الكوز اند افكت دايجرام او ايشيكاوا دايجرام او الفيش بون دايجرام. عندي كمان الهيستوجرام. هيستوجرام ان انت تبتدي تريبريزنت المشاكل اللي بتحصل لك من حيث العدد بتاعها على شكل الهيستوجرام بتاعنا. الهيستوجرام ان انت تبتدي تحط كل مشكله وعلى حسب الفريكوانسي بتاعها او عدد مرات تكرارها فتبتدي تعمل طول الايه البار بتاعها. على سبيل المثال احنا لما نيجي نشوف كوز اوف ليت تايم انتري، ليت تايم انتري ده اللي هو الموظفين بيجوا متاخر، الموظفين بيجوا متاخر، فبدأنا نعمل اناليسز للاسباب. فلقينا ان مثلا لو احنا عملنا مثلا عندنا 100 موظف وسالناهم او بدأنا نعمل استقصاء عشان نعرف الاسباب، فلقينا ان مثلا insufficient time دي 22 مره، management direction 3 مرات، process documentation 30 مره، system failure 3، travel 16. فبالنظر كده من خلال اللي انا شايفه ده كده هبتدي اعيد ترتيب الدنيا دي. لو جبت ده هنا في الاول وجبت ده بعد وده بعده يبقى انا لو اشتغلت على الثلاث اسباب دول هبقى قضيت على 90% من المشكله اللي هو برضو الايه البروسس دوكيومنتيشن والانسفيشنت تايم والترافل. تمام؟ طيب عندنا سكاتر دايجرام. سكاتر دايجرام هو برضو انا هنا بيكون عندي تو فاريبلز، فاريبل 1 وفاريبل 2. هنفترض ان انا هنا ده عندي التايم وهنا العدد الوحدات اللي بيطلع فيها اخطاء، مثلا ده مع الوقت مع الانتاج مع خطوط الانتاج مع التشغيله مع اي حاجه. فببتدي اشوف مع اليوم الاول طلع لي كام خطا وكانوا شكلهم ايه، اليوم الثاني طلع لي كام خطا وكان شكلهم ايه وهكذا. او بقارن مثلا ما بين حجم العبوه والايرورز اللي بتطلع في العبوه، حجم العبوه والكميه اللي موجوده جوه العبوه وهكذا. فالسكاتر دايجرام لما الاقي ان الدنيا سكاترد كده فده بيكون في صعوبه عليا ان انا اكتشف المشكله او ده بيبقى ديستريبيوشن طبيعي. لكن لما الاقيها متكتله في حته كده ابتدي امسك بقى الحته المتكتله فيها اعرف ان عند الحجم الفلاني دايما المشكله دي بتحصل. اذا في مشكله في علاقه هنا ما بين الحجم ده والمشكله الفلانيه. فابتدي ساعتها بناء على السكاتر دايجرام احط ايدي على الايه؟ على الحاجه اللي مرتبطه بالايه؟ بالمشكله. طيب انا عندي حاجه كمان اسمها اوديتس. اوديتس دي يا جماعه اللي هو اكيد طبعا يعني ناس كتيره جدا شغالين في شركات يعرفوا يعني ايه اوديتس. بس اوديتس ده نوع من انواع التطبيق بيتم عمله على الشغل اللي بيحصل. ده ممكن يحصل في الحسابات، ممكن يحصل في الكواليتي، ممكن يحصل في اي حاجه. فقال لك ان اوديت از استراكشرد اندبندنت بروسيس. خدت بالك من استراكشرد اندبندنت؟ يعني هي عمليه من الاول معروف هي هيتم فيها ايه. اندبندنت يعني ما بيعملهاش نفس التيم اللي شغال. ما ينفعش تيم يعمل اوديت على نفسه او ما ينفعش واحد من جوه التيم يعمل اوديت على نفسه. اندبندنت بروسيس يوز تو ديتيرمن اف بروجكت اكتيفيتيز كومبلاي ويز اورجانيزيشنال اند بروجكت بوليسيز بروسيسز اند بروسيجر. بجيب حد من بره يبتدي يعمل اوديت على المشروع ويشوف المشروع. يعني مثلا هنفترض ان احنا بنقول والله مدير المشروع المفروض كل اسبوع يعمل ريبورت بكذا ويعمل ريبورت بكذا. تقول لي طب امال فين مدير الدور اللي بي المكتب اداره المشروعات او السينيور مانجمنت اللي فوق عشان تشوف التقارير؟ هقول لك والله افرض ده اثر وده اثر تعمل ايه؟ فبنجيب الناس دي تعمل اوديت. فقال لك كوندكتد باي ا تيم اكسترنال تو ذا بروجكت اور باي ان اوديتور اكسترنال تو ذا اورجانيزيشن. يعني اما اجيب حد من الشركه بس من بره البروجكت، بره التيم بتاع البروجكت، او اجيب حد من بره الشركه خالص. طب ايه الاوبجكتيفز بتاعه الكواليتي اوديت؟ اول حاجه ان انا ايدنتيفاي الجود اند بيست براكتس. ايدنتيفاي جود يعني الحاجات الكويسه اللي اتعملت ابتدي احط ايدي عليها عشان اسجلها. وايدنتيفاينج اول نون كونفورميتي جابس اور شورت كامينج على اللي حصل اسجلها عشان ما تحصلش تاني. Sharing good practices introduced. لما الاقي good practice يبتدي يشير الكلام دوت مع الاخرين، يعني لو في تيمز ثانيه شغاله او الكلام ده كله. Proactively offering assistance in a positive manner. يبتدي يعرض على الناس اي مساعده بشكل ايجابي لو محتاجين مساعدته. Highlighting contributions of each audit in the lessons learned. وعندنا عندنا بقى ايه؟ كل ثانيه اسمها Design for X. Design for X دي يا جماعه احد التولز اللي انت ممكن عن طريقها تطلع كواليتي في حته معينه،
بطلع كواليتي في حته معينه. اكس هنا بالنسبه لي بتساوي الحته المعينه انا بتكلم عليها. يعني انت ممكن تخلي بارامتر معين او كرايتيريون معين هو اللي يليد الديزاين بتاع البرودكت عشان يطلعه بيحقق الحاجه دي قوي. طيب يعني ممكن مثلا السيفتي، ديزاين فور سيفتي، فالحاجه كلها تو بي ديزايند عشان تحقق السيفتي، كل حاجه في البرودكت تبقى شغاله على فكره السيفتي. او ديزاين فور سبيد، احنا عايزين اهم حاجه، اهم عنصر عندي هنا او اهم اكس انا هشتغل عليها هي السبيد، فلازم كله يبقى ديزايند عشان يحقق الايه؟ السبيد. طيب احنا ممكن نقول سيفتي، ممكن نقول سبيد، وممكن نقول حاجات كتيره جدا، اتريبيوتس كتيره جدا. طيب ايه هي فكره الديزاين فور اكس؟ ديزاين فور اكس از سيت اوف تكنيكال جايد لاينز ذات مي بي ابلايد ديورينج ذا ديزاين اوف ا برودكت فور ذا اوبتمايزيشن اوف ا سبيسيفيك اسبيكت اوف ذا ديزاين. انا عايز اوبتمايز فور ا سبيسيفيك اسبيكت اوف ذا ديزاين. DFX can control or even improve the product's final characteristics. The X in DFX can be different aspects of product development, such as reliability, deployment, assembly, manufacturing, cost, service, usability, safety, and quality. طيب تعالوا ناخد example. تمام، يورينا يعني مثلا زي الفور اكس دي ممكن تبقى شكلها ايه. انا عايز اديزاين الحاجه اللي قدامكم دي، الفيشه او البلاج اللي قدامكم ده، عايز اديزاين البلاج ده باعتبار معين، ان عايز يبقى فيه درايفر معين بيليد الديزاين عشان يشتغل. فمن ضمن الحاجات او الحاجه الاساسيه اللي انا المفروض بفوكس عليها هنا كانت ان الحاجه دي تبقى ايزي تو بي اسامبل، ايزي تو بي ايه اسامبل. وين انا اسامبل بروسيس از مور مانوال. طيب انا عندي الاسامبلي ممكن يكون مانوال وممكن يكون اوتوميتد. يعني ممكن تكون الاسامبلي او التجميع ده بيتم عن طريق ماكينات او روبوت، او ممكن يتم عن طريق بشر. حاله انه بيتم عن طريق بشر دايما بيراعوا حاجه مثلا اسمها ميستيك بروفينج، ان اي حاجه تبقى بتتعمل تبقى ما ينفعش تركب غلط. ما ينفعش تركب غلط، ميستيك بروفينج يعني ما تسمحش بالميستيك. ده بنلاقيه دايما في الفيش اللي هي او في البلاجز زي ما احنا شايفين كده اللي عليه علامه صح، عاملين ديب سايز وديب سايز، بحيث انك لو قلبتهم ما تعرفش تركبهم، ما تعرفش تركبهم غير بالشكل الصحيح. هو هنا بيحاول يعمل لها ديزاين بحيث انها دايما تبقى مناسبه للهيومن اسمبلي اللي هي فكره التجميع عن طريق البشر. تمام؟ طيب نفس الكلام ده بنشوفه في ايه؟ في شريحه الموبايل. شريحه الموبايل تلاقيها دايما مشطوفه كده من احد الاركان عشان ما تخليكش تغلط في تركيبها، عشان ما تركبهاش لا مقلوبه ولا في اتجاه خطا ولا الكلام ده كله، عشان عارفين ان دايما هيركبها بني ادم ممكن يغلط. لكن لو انت بتعمل حاجه لماكينه فانت بتراعي اعتبارات تانية غير الميستيك بروفينج، بتراعي ان هي تكون قابله لانها تبقى محكمه، قابله لانها تبقى هولدد عن طريق الماسكات بتاعه الروبوت وحاجات زي كده. فديزاين فور اكس يا جماعه انا بعمل من خلالها او بقدر من خلالها احقق حاجه معينه تكنترول او تبقى مسيطره على الديزاين. تمام، تبقى مسيطره على الديزاين بتاعي. طيب عندي كمان من ضمن التولز البروبلم سولفنج. تمام، فبروبلم سولفنج خدناها قبل كده ولسه هناخدها تاني. ديفايننج ذا بروبلم، ايدنتيفاينج ذا روت كوز، generating possible solutions, choosing the best solution, implementing the solution, verifying solution effectiveness. هي دي الستبس اللي بنعدي عليها دايما. كمان في عندنا quality improvement methods، ومن ضمن quality improvement methods في بيتكا وفي 6 سيجما. طبعا اكيد في ناس اساتذه معانا واخدين بيلت، سواء كان بلاك بيلت او اورنج بيلت او وات ايفر في ال 6 سيجما. Are two of the most common quality improvement tools used to analyze and evaluate opportunities for improvement. طيب ندخل على اخر process عندي اللي هي quality control يا جماعه. Quality control is the process of monitoring and recording results of executing the quality management activities in order to assess performance and ensure the project outputs are complete, correct, and meet customer expectation. هدفنا هنا ان احنا نطمن على الفاينل برودكت انه كومبليت،
correct will be meet the customer expectation. Right. The key benefit of this process is verifying that project deliverables and work meet the requirements specified by key stakeholders for final acceptance. The control quality process determines if the project outputs do what they were intended to do. يعني البروسيس بتاعت كواليتي كنترول دي هي اللي وظيفتها تحدد اذا كان الاوتبوت اللي طلع لي فعلا بيحقق اللي كان مخطط ان هو يحققه ولا لا. تمام؟ Those outputs need to comply with all applicable standards, requirements, regulations and specifications. تمام؟ This process is performed throughout the project. طيب زي ما احنا شايفين برضو عندنا البروسيس فيها كلام كبير جدا وكلام كتير جدا. بس كل اللي يهمني هنا ايه؟ كواليتي كنترول ميجرنس اللي هي القياسات اللي انت خدتها في النهايه. لو انت بتطلع حاجه ليها وزن معين فالوزن اللي انت بعد ما بتطلع البرودكت النهائي ده بتوزن فبتطلع لك ميجرمنت. لو ليها طول بتطلع لك برضه ميجرمنت. لو ليها درجه لون معينه، لو ليها درجه ملوحه معينه، درجه سوى معينه، في النهايه دي كواليتي كنترول ميجرمنت. وايه يا جماعه بقى هنا؟ عايزين نقف عند الحته دي كويس قوي. Verified deliverables. فاكرين لما كنا بنتكلم في البروسيس اللي اسمها validate scope وقلت لك ان احنا عندنا inputs بيجي لنا هنا في validate scope اسمه verified deliverables، وقلت لك انه بيجي لك من الكواليتي كنترول او الكنترول كواليتي، ده ال verified deliverables. لو تفتكر ان انا كنت بقول لك ايه الفرق، بقى عايز اقول لك ايه الفرق ما بين ال verified deliverables وال validated scope. ايه الفرق؟ قال لك ال verified deliverable هي product او الفاينل برودكت او جزء من الفاينل برودكت او الديليفربل انت كتيم مشروع اتاكدت انها مطابقه للمواصفات بس لسه ما خدتش عليها اكسبتنس، تبعتها لفاليديت سكوب تاخد هناك عليها اكسبتنس تبقى فاليديتد سكوب. تمام؟ تاني انت هنا في كواليتي كنترول التيم بتاعك بيراجع البرودكت مع المواصفات بتاعته بيطمن انها تمام، يبتدي يبعتها على ايه؟ تبقى كده بالنسبه له فيريفايد ديليفربل، يبعتها على الفاليديت سكوب. فلما هناك يجي الشخص المخول ان هو ياكسبت الكلام ده وياكسبت فعلا بقت فاليديتد سكوب خلاص. طيب انا عندي هنا فيريفايد ديليفربلز وعندي كمان ورك بيرفورمانس انفورميشن، وقلنا دايما لما بنشوف ورك بيرفورمانس انفورميشن في الاوتبوت بيكون عندنا دايما في الانبوت ورك بيرفورمانس داتا. تمام؟ طيب فانا عندي هنا ايه؟ عندي كواليتي كنترول ميجرمنتس، عندي فيريفايد ديليفربلز، عندي ورك بيرفورمانس انفورميشن، عندي تشينج ريكويست طبعا عشان لو انا شغال لقيت اي حاجه غلط فانا هحتاج تشينج ريكويست، وعندي الابديتس اللي بعملها، عندي هنا كمان ايه بقى؟ بروجكت مانجمنت بلان وبروجكت دوكيومنتس وابروفد تشينج ريكويستس. ابروفد تشينج ريكويستس ده ليه؟ لان انا لو كان عندي تشينج ريكويستس انا هنا هبقى جاي عايز اعمل كواليتي كنترول على البرودكت اللي طلع من الابروفد تشينج ريكويست. ابروفد تشينج ريكويست المفروض ان هو عباره عن تشينج ريكويست راح في البروسيس بتاع بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول وحصل له ابروفل وجاي هنا عشان يتنفذ. تمام؟ فانا هنا ببتدي اتابع تنفيذه ان هو بيتم بالشكل الصحيح. ديليفرابلز، الديليفرابلز دي بقى يا جماعه دي جايه لي من بروسيس مهمه قوي هاخدها في الانتجريشن اللي هي البروسيس الوحيده اللي بتطلع لي ديليفرابلز من 49 بروسيس اللي عندي. فانا الديليفرابلز دي اللي هو الاعمال اللي تم تنفيذها وجاهزه على التسليم، الاعمال اللي تم تنفيذها وجاهزه على التسليم. فبعد البروسيسز دي بعد ما انفذ عليها الحاجات دي يا اما تبقى فيريفايد ديليفرابل يا اما هتحتاج تغيير فهتروح تشينج ريكويست. وبالتالي الفيريفايد ديليفرابلز اللي عندي هنا دي لما بيتم عليها التولز والتكنيكس بتتقسم لحاجه من اتنين، يا اما فيريفايد ديليفرابلز يا اما لو مش فيريفايد يعني مش اكسبتد هتروح للتشينج ريكويست عشان يصلح المشكله اللي فيها. تمام؟ ورك بيرفورمانس داتا واي اف واو بي اي. عندي هنا ايه بقى؟ عندي داتا جاذرنج فيها تشيك ليستس لسه قايلينها، تشيك شيتس هنشوفها دلوقتي، ستاتستيكال سامبلنج، كويشنيرز اند سيريز، داتا اناليسيس، بيرفورمانس ريفيوز اللي هو تقييم الاداء، روت كوز اناليسيس لسه قايلينها، انسبكشن اخدناها كذا مره، تيست برودكت ايفالويشن، تيستنج اند برودكت ايفالويشن، داتا ريبريزنتيشن، كوز اند افكت دايجرامز، كنترول تشارتس، هيستوغرام، سكاتر ديجرام، ميتنج. تعالوا نشوف شويه الحاجات الجديده اللي ما خدناهاش قبل كده. تشيك شيتس هي بتبتدي تاخد نوع من انواع ان انت تعمل لوجنج للاخطاء بتاعتك بس مع الديت وبتبتدي تعدهم عشان تيجي بعد كده تشوف انهي نوع من الاخطاء اتكرر كتير. على سبيل المثال انت عندك هنا اقل حاجه
حصلت مثلا لارج سكراتش، بينما اكتر حاجه حصلت عندك البنت اللي هو الانثناء. تمام، في سمول سكراتش اللي هو خربوش صغير، وي لارج سكراتش اللي هو خربوش كبير، ميسنج كومبوننت حاجه ناقصه خالص، رونج كلر، ليبلنج ايرور. بتشوف في ديت واحد اللي هو ممكن يبقى الساعه 5 وبعدين الساعه 6 وبعدين الساعه 7، او اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وتشوف التوتالز عشان تقدر تعرف انت عندك اخطاء قد ايه. تقول لي طيب ما هو ده كده يعني انت بتقول لي اعمل ايه في الاخطاء؟ ما انا بقول لك انا بديك تول لكل حاجه. في تولز بتستخدمها عشان تعرف البرودكت كويس، وفي تولز بتستخدمها عشان تلوج الاخطاء. تمام، نيجي للكنترول تشارتس، ودي من الحاجات المهمه جدا عندي. قال لك ان انت لما بيكون عندك برودكت المفروض ان الفاليو بتاعته تطلع اكس. هنفترض ان احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه على زجاجات المياه المعدنيه، زجاجات المياه المعدنيه. فزجاجات المياه المعدنيه هنفترض ان هي المفروض تطلع لي على سبيل المثال لتر و500 مللي، لتر ونص. تمام، فانا راجل بيديزاين البروسيس بتاعت انتاج الزجاجات المعدنيه دي، بعمل ايه؟ عايز بس اقول هنا حاجه صغيره عشان ممكن تعمل دايما لخبطه عند الناس. لما بنيجي ندي اكزامبل في الكواليتي ولا يا جماعه ونتكلم عن حاجه برودكشن، فانت ممكن يحصل لك كونفيوجن وتقول يا جماعه مش احنا قلنا من الاول ان البرودكشن غير البروجكت مانجمنت، وان البرودكشن دي حاجه ريبيتيتيف بينما البروجكت مانجمنت دي حاجه يونيك وكده. انا هنا بكلمك عن فكره البرودكشن جوه البروجكت يا جماعه. انا بكلمك عن فكره البرودكشن، يعني احنا لما جينا خدنا في الكوست وقلنا ان احنا عندنا بروجكت ان احنا نبروديوس 20 ترابيزه لمده 20 يوم. فكل ان انت بتبرودوس 20 ترابيزه لمده 20 يوم ده بروجكت. حتى لما بيدخل الموضوع دوت جوه المصنع بيتعامل معامله البروجكت، لان هي حته معينه هتعملها وهتخلصها وتبتدي تخش في حاجه ثانيه جديده مختلفه. فلما بنيجي نتكلم عن البرودكشن ويذن البروجكت، فانا هنا بتكلم عن الحته الانتاجيه جوه المشروع. طبعا شيل ازازه الميه دي او شيل زجاجه المياه وحط مكانها اللي انت عايزه كله. فنفترض ان احنا بنقول هنا لتر ونص. تمام، فاللتر ونص والله يعني مش لازم يبقى شارب، مش لازم يبقى لتر ونص بالظبط. في نسبه ايه؟ تولرنس. نسبه التولرنس اللي بنتكلم عليها دي اللي هي بالنسبه لي يو اس ال وال اس ال. يو اس ال معناها ابر سبيسيفيكيشن ليميت، وال اس اس وال اس ال دي اللور سبيسيفيكيشن ليميت. فانا والله سامح ان تقل الميه لحد لتر 450 وتزيد، لا سوري، ان هي تزيد لحد لتر 550 وتقل لحد لتر 450. طيب انا بقى كراجل مطلوب مني ان انا اعمل كنترول على البروسيس بتاعت انتاج زجاجات المياه المعدنيه. هل اشتغل على الليميتس دي؟ لا، انا بروح عامل لنفسي جوه الليميتس دي تو ليميتس عشان اعرف اكنترول على البروسيس، وما ابتديش اوصل امسك نفسي قبل ما اوصل للليميتس دي او الليميتس دي، فاجي عند 1000 هنا 1470 وهنا 1530 مثلا، 1470 و 1530، ويبقى دي بالنسبه لي الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. فانا بدات ان انا اعمل برودكشن، فجت لي اول زجاجه هنا عند 1530 ملي، وبعدين جت لي هنا عند 1505 مثلا ملي، وبعدين هنا جت عند 1550، وبعدين جت لي هنا عند 1490، وبعدين هنا 1505، بعدين هنا 1455 وهكذا. تمام، طيب انت بقى بتعمل ايه؟ انت بتحاول تحافظ على كل البرودكشن يونتس بتاعتك او الميجرمنتس بتاعتك انها تبقى within الكنترول ليميتس، انها تبقى within الكنترول ليميتس، ما تخرجش زي كده وزي كده وزي كده بره الكنترول ليميتس. ليه؟ عشان انت لو بقت الدنيا عندك بره الكنترول ليميتس هتبقى out of control بعد شويه. هتبقى هي out of control نظريا، وهتبقى بعد كده عمليا out of control، مش هتعرف تسيطر عليها. تمام، طيب احنا كده ضربنا الاكزامبل، عايزين نقول احنا بنستخدمها ازاي. زي ما قلت لك انت بتبقى قاعد بتعمل لوجينج للايه، للكلام ده، عشان تبتدي تحافظ على البروسيس بتاعتك within control limits. طيب امتى تبقى البروسيس خرجت عن الكنترول، تبقى out of control؟ لما يحصل حاجه من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي.
اول حاجه داتا بوينت از اوت اوف ابر اور لوور كنترول ليميت، اللي هي اول بوينت دي اللي هي زي مين؟ زي كده يا جماعه، ابر اوت اوف كنترول ليميتس اهي، دي تعتبر كده اليونت دي كانت اوت اوف كنترول، واليونت دي اوت اوف كنترول، واليونت دي اوت اوف كنترول، او ايه؟ او يحصل حاجه زي كده ان يطلع عندك سبع قراءات او سبع ميجرمنت او سبع يونتس متتاليه في احد الجنبين فوق او تحت. لما يطلعوا سبعه ورا بعض في جنب واحد يبقى كده العمليه خرجت منك من الكنترول وتوقف وتبتدي تدرس السبب، لان مش طبيعي ان سبعه ورا بعض يجوا في جنب واحد. حسب علماء الاحصاء وحسب العلماء اللي اشتغلوا على الفكره دي لقوا ان دايما لما بيجي سبعه ورا بعض ان الطبيعي ان يبقى فيه فوق اثنين تحت ثلاثه، فوق واحده تحت اثنين، وهكذا الدنيا ماشيه. انما سبعه يجوا ورا بعض في جنب واحد سواء فوق او تحت، ده معناها ان البروسيس بدات تخرج عن السيطره، بدات تخرج عن الكنترول، ودي بنسميها رول اوف 7. رول اوف 7 يعني سبع قراءات متتاليه في احد الجنبين ورا بعض. تمام؟ فلما يحصل اول حاجه ان يبقى عندك قراءات خارج الابر او اللور كنترول ليميت، او 7 كونسيكوتيف points are on one side of the mean rules of 7، ايه ده معناه ايه؟ معناها ان انت خرجت بقت out of control. Process is out of control. تمام؟ There are 7 points on one side of mean then an assignable cause must be found. لازم يبقى في سبب تدور عليه ساعتها، توقف وتدور عليه ساعتها، توقف البروسيس. طيب ده البروجكت كواليتي مانجمنت يا جماعه، بروجكت كواليتي مانجمنت الورك فلو بتاعها بيمشي ازاي؟ بنبدأ من ان احنا عندنا بلان كواليتي مانجمنت، اهو بنبتدي نعمل بلان كواليتي مانجمنت. فطلع عندي ايه؟ تطلع كواليتي مانجمنت بلان وكواليتي ماتريكس اللي احنا طلعناهم من اول بروسيس. الكواليتي مانجمنت بلان والكواليتي ماتريكس يغذي المانج كواليتي ويغذي كمان الكواليتي كنترول. تمام؟ طب ايه كمان اللي بيغذي الكواليتي كنترول مع الكواليتي مانجمنت بلان؟ الكواليتي انتجريشن مانجمنت. بتديني ايه؟ بتديني الديليفرابلز اللي انا قلت لك عليها من شويه، قلت لك في بروسيس في الانتجريشن هي دي الوحيده اللي بتديني ديليفرابل في البروسيس اللي انا قلت عليها كلها، ودي بتبقى اسمها ايه؟ مانج ورك او حاجه زي كده. تمام؟ هنبقى نشوفها ساعتها. ديليفرابلز ورك بيرفورمانس، ورك بيرفورمانس ايه؟ داتا. ورك بيرفورمانس داتا. تمام؟ بتدخل على الكواليتي كنترول. كواليتي كنترول تطلع لي ميجرمنت، الميجرمنت دي اقوم مدخلها تاني على مانج كواليتي. لما تفتكروا لما انا قلت لكم بناخد من الاوتبوت بتاع المانج كواليتي، سوري كنترول كواليتي، عشان اغذي مانج كواليتي تاني بالداتا والقرايات اللي انا وصلت لها. تمام؟ وكنترول كواليتي لما بيطلع منها فيريفايد ديليفربلز بقوم باعتها على فاليديت سكوب، بقوم باعتها على فاليديت سكوب. طبعا مانج كواليتي بتطلع ريبورتس تبتدي تعمل لها ديسيمينيت لكل الايه؟ البروسيسز اللي محتاجه الريبورتس بتاعت مانج كواليتي. خلاص يا جماعه؟ طيب محتاجين هنا نعمل تفريق بس ما بين بعض المصطلحات، بريفنشن وانسبكشن. هنا بريفنشن الوقايه وانسبكشن الفحص. حضرتك الفحص اولى من الوقايه، في سوري الوقايه اولى من بيقول لك الوقايه اولى من العلاج. فالprevention is preferred over inspection. It is better to design quality into deliverable rather than to find quality issues during inspection. تمام؟ الأفضل إن أنت تصمم الجودة في المنتج عن إن أنت تكتشف أخطاء المنتج بالفحص. Attribute sampling versus variable sampling. Attribute sampling بتبقى أنت بتعمل sampling لل انت عايز تعمل، انت لما تيجي تعمل نوع من انواع الفحص ما بينفعش تفحص كل حاجه موجوده عندك. يعني مثلا الناس اللي شغاله في الكونستراكشن هتلاقي لما بيجي يعمل اختبار على الخرسانه بعد ما بتتصب بياخد كيوب كده معين يروح يعمل عليه تيستنج ويبتدي يطلع ريبورت بناء على الكيوبس اللي بياخدها من مناطق محدده. اذا دي سامبل، هو ما يقدرش يروح يعمل ديستراكشن لكل الايه؟ لكل الكونستراكت الكونكريت اللي موجود. لا، هو بياخد كيوبس معينه يروح يعمل لها ايه؟ طب احنا attribute sampling و variable sampling. في attribute sampling المطابقه بتبقى يا مطابق يا غير مطابق، يعني يا مقبول يا غير مقبول. ماشي؟ على سبيل المثال مثلا ان انت يا اما الحاجه دي تبقى accepted or not accepted. تمام؟ زي مثلا درجة حرارة الكونكريت اللي جاي في العربية، يا إما ينفع يتصب يا ما ينفعش يتصب. تمام؟ لكن في حاجة اسمها variable sampling، إن أنت بتبقى
السامبلز اللي بتاخدها بتبتدي تطلع درجه مطابقتها، تقول الحاجه دي مطابقه بنسبه 90% لان في اكسبتد رينجز ويذن الايه السامبل بتاعتك، او اكسبتد رينج ويز الايه المتريك اللي انت بتقيسه. تمام، زي ان انت تقول والله في حاله مثلا زجاجات الميه، والله الحاجه المستوى الليفل بتاع الميه جوه الزجاجه هنا متحقق اللتر ونص بنسبه 90% 95% 98%، فانت هنا بتتكلم عن فاريبل سامبل، فانت بتبتدي تاخد سامبل سوري بتاخد فاريبل الا وهو كمية المية جوه الزجاجة، وتبتدي تعمله سامبلينج عشان تبتدي تحكم على السامبل دي وتقول ان هي الديجري اوف كونفورميتي بتاعتها قد ايه. بينما في حالة الاتريبيوت سامبلينج انت هنا يا احمر يا مش احمر، يا ابيض يا اسود، يا اكسبتد يا نوت اكسبتد. تمام، زي مثلا الزجاج المقاوم للرصاص، يا مقاوم للرصاص يا غير مقاوم للرصاص، فانت بتتكلم عن اتريبيوت. تمام، طيب التوليرنس والكنترول ليميتس. التوليرنس يا جماعة اللي هي كانت فوق اللي انا وريتها لكم هنا اهي، تمام اهي، دي كده التوليرانس، دي كده الليميتس بتاعت التوليرانس اللي هو التفاوت المسموح به بعيد عن الاكس اللي اتكلمنا عليها. تمام، طيب الكنترول ليميتس بقى اللي هو بيقول لك عند كنترول ليميتس، الكنترول ليميتس دي اللي اتكلمنا عليها هنا فين فين سوري، كنترول ليميتس اللي هي دي ده وده. تمام، وكده نكون خلصنا اللي عندنا، ونفتح باب الأسئلة ونقول أول سؤال معانا ونقول ألو. طيب معلش بالنسبة للأسئلة من المرة اللي فاتت أو خاصة بالمرة اللي فاتت سامحوني فيها، يعني مش هيبقى عندي وقت ليها النهاردة أوي. طيب سؤال، في ناس بتقول ما أنت بتقدم في اختبار العربي انت قول هن هم البيمبوك يجي كل ده عشان نوعيه الاسئله بتكون تقليديه مش جديده، ايه رايك؟ طيب نقرا السؤال تاني. على السؤال، في ناس بتقول وانت بتقدم في اختبار البي ام بي اختار العربي وانت جوه الامتحان حول الانجليزي كل ده عشان نوعيه الاسئله. لا خالص يا هندسه، انا بس هقول لك على حاجه، وانت بتقدم للامتحان لما بتيجي تختار العربي بتختار المساعده باللغه العربيه، Arabic Aid، مساعدة باللغة العربية، ده ما بيغيرش لغة الامتحان، الامتحان دايما بينزل لك بالانجلش، بس بيقسم لك الشاشة نصين في حالة انك اخترت عربي ويعرض لك الانجليزي فوق والعربي تحت. تمام؟ فانت لما بتختار العربي ما بتتغيرش نوعية الأسئلة، لا هي هي الأسئلة، ولكن بيضيف لك الترجمة بتاعة السؤال باللغة العربية. ده في حالة انك اخترت العربي كيد، وبالمناسبة ملوش أي تكلفة زيادة، اخترته أو ما اخترتوش واحد. فحضرتك لما تيجي تعمل اختار، انا بنصحك تختار Arabic Aid عشان في سيتويشنز معينه ما قدرتش تفهم السؤال بنسبه 100% من الانجليش بتكمل بالعربي، بتحاول تكمل الاثنين مع بعض عشان تفهم، بس السؤال الاساسي بتاعه اللغه الاساسيه بتاعته هي الانجليش، العربي ممكن ما تعبرش بالشكل الصحيح عن الموضوع، استخدمه فقط للمساعده. سؤال تاني، ازاي احجز الامتحان بدون الشهاده؟ يعني ايه مش فاهم، يعني ازاي احجز الامتحان بدون الشهاده؟ يعني هتمتحن وما تاخدش شهاده؟ تقصد كده؟ مفيش حاجه اسمها كده. طيب شكرا مهندس محمود، ان شاء الله المره الجايه نجاوب. اللينك يا شباب ممكن حد يبعته تاني، فاللي يفتح مهندس ايمن احمد رفع ايده، اكتب على طول يا باشمهندس ايمن ما ترفعش ايدك، اكتب على طول. طب يا جماعه ممكن والنبي معلش اسئله اللينك والكلام بتخلوها لما المهندس احمد يبقى معاكم، ما تزحموش الدنيا باسئله ما لهاش علاقه بالمحاضره. طيب المهندس احمد محمد فتحي، اثناء بدايه المشروع يتم وضع مخططات العمل على اساس الكواليتي المطلوب ام على حسب الجريد المستهدف من العمل؟ طيب بص يا باشمهندس، هو الجريد والكواليتي ما بينفصلوش، احنا عرفنا الكواليتي على انها نسبه المطابقه، والجريد هو الدرجه بتاعه المواصفات المطلوبه. فحضرتك في كل الاحوال مطلوب منك ليفل اوف كواليتي وجريد اوف، مطلوب منك ليفل اوف جريد ومطلوب منك ليفل اوف كواليتي. تمام، يعني انت النهارده مطلوب تسلم مثلا، مطلوب تسلم الشقق بتاعتك نص تشطيب، نص تشطيب ده جريد. حلو، كون ان انت بقى مواصفات النص تشطيب بتقول فيه حلوق خشب، فيه محاره، فيه مش عارف ايه، فيه ايه، فيه الكلام ده كله، لو انت اخليت باحد النقط دي فانت بتكون اخليت بالجوده المطلوب تسليمها within الجريد المحدد اللي هو النص تشطيب.
تمام؟ وبالتالي انت بتحط المخططات على حسب الجريد وعلى حسب ليفل اوف كواليتي المطلوب، تمام؟ لينك از كلوزد باي ذا اونر، برضه بيتكلموا عن اللينك. طيب لسه الهندسه، استنى لما المهندس احمد يدخل بعد الدكتور ما يخلص. ماشي. وشهاده الامتحان البي ام بي وشهاده الحضور، تقصد ان انت عايز تقدم للامتحان ومش معاك شهاده حضور؟ بص، هو انت شهاده الحضور دي يعني هي حاجه اساسيه انك تكون حضرت ومعاك شهاده حضور. ليه؟ لان انت ممكن تخضع للعينه العشوائيه اللي بيتم فحصها، اللي هي ممكن تقدر ب 10% او 5% من المتقدمين للامتحان، وساعتها يطلب منك ارسال الشهاده بتاعه الحضور هارد كوبي ليهم، وبالتالي انت ما ينفعش تقدم الامتحان دوت الا معاك شهاده حضور. شهادة الكورس، طيب خلاص احنا كده جاوبنا شهادة المقصودة 5 سنوات، تمام جاوبناها. وفي حاجة تانية باشمهندس احمد، المفروض ان اي مهندس من السطر الحضور الشهادة اللي بيقول عليها 35 ساعة اوريدي هو بيبني الابليكيشن بتاعت البي ام اي، اوريدي بيعمل لها اتاتشمنت مع كل السي في ومع كل البروفايل بتاعه، فمش هينفع ان هو يبروسيد البروفايل بتاعه الا لما يكون عمل اتاتشمنت للشهادة اللي حضرتك بتديها دلوقتي. تمام تمام يا دكتور. انت دي حاجه. حاجه ثانيه، السؤال انا بقى عمل ابلكيشن قريب يا دكتور؟ نعم نعم يا فندم. حد ملى الابلكيشن قريب؟ ايوه يا فندم. اللي هي البروسيس بتاعت الابلكيشن يعني اتغيرت. انا شخصيا عملت ابلكيشن من فتره وقت ما كنت بابلاي، وقعدت بعدها مثلا سنه او سنتين كنت بعمل ابلكيشن لبعض الناس، بس بقالي كذا سنه ما عملتش ابلكيشن، فممكن تكون معلوماتي مش up to date في الحتة دي. فلو انت حضرتك عارف بيحصل حسب اخر ناس قدمت في الامتحان، فيبقى فعلا معلومتك دي نضيفها للمعلومات اللي عندنا. هو موجودة حضرتك يعني خلال السنتين الاخرة دول، يعني السنة اللي فاتت قبلها، ان في ناس لازم تكون مرفقة الشهادات اللي اخدتها من مراكز معتمدة زي حضرتك، او يكون certified في البيم باي والشهادة اللي ساعتك بتديها. ده شيء. السؤال بتاعنا في موضوع الكواليتي مانجمنت كنترول و 6 سيجما واللين، في انا مش عايز ادخلهم في بعض لانه كلهم بعيد عن بعض، بس انت ذكرت ال 6 سيجما، فازاي استفيد من ال 6 سيجما في الكواليتي كنترول معايا في الشابتر ده؟ طيب بص، احنا برضو مبدئيا عايزين من اكتر المكاتب، اذا كان الموضوع بعيد مالوش لازم نجاوب حضرتك، اذا كان الموضوع بعيد بس انا هدي لك كده منحة عنه. من اكتر الحاجات اللي المفروض نطلع بيها مستفيدينها النهارده من محاضره النهارده، ان احنا نسمي الحاجات بمسمياتها الصح، تمام؟ لو حضرتك ذكرت انا كنت بتكلم عن ال 6 سيجما within فكره الكواليتي امبروفمنت within الكواليتي مانجمنت، تمام؟ مش الكواليتي كنترول. فال 6 سيجما بتستخدم اصلا عشان تحسن الكواليتي. ال 6 سيجما قايمه على فكره ان انت تبتدي توصل لدرجة من درجات التحسين ان نسبة الخطأ تقترب من الصفر. نسبة الخطأ تقترب من الصفر دون الدخول في تفاصيل كتيرة، بس انت بتفضل تمسك نسبة الخطأ وتضعف فيها لدرجة صعبة جدا، درجة انك توصل ل99 و99 من 100 من 100 في واكتر من كده كمان. يعني هي 6 سيجما بتوصلك ل99.9999، خلاص ان هي تكاد تكون مفيش نسبه خطا خالص. فهي ذكرت تحت فكره الكواليتي او الكونتينوس امبروفمنت، ان تفضل تعمل كونتينوس امبروفمنت. اللين حاجه تانية بقى، اللين 6 سيجما دي حاجه برضو تانية. اللين يا جماعه قايم على فكره ان احنا نتخلص من اخطاء. في شويه حاجات كده هنبقى نقولها ان شاء الله لما نيجي عندها عن اللين، هنتكلم عن اللين ان شاء الله، بس احنا هنا مش عايزين نخلط الامور بعضها والموضوع اصله كبير شويه، تمام؟ طيب ماشي دكتور. طيب احمد فهمي اللي هو انا، يعني والله انا سعيد ان احنا عندنا احمد فهمي في الكورس صراحه يعني. طيب شهاده الحضور 35 ساعه انت تكون معنا لحجز الامتحان، ليه بقى مش هتكون معنا؟ ما هو المفروض ان انت هتاخد شهاده من البي اي ام اريبيا، واعتقد المهندس احمد سمير ياكد على كلامي يعني. طيب المهندس عمرو شانكيتي بيسأل ليه بالذات عدد 7 في المنتجات المخالفة؟ دي حاجة إحصائية وصلوا لها علماء الإحصاء، ولقوا إن دايما الأخطاء اللي بتحصل كان بيسبقها أحد الأسباب بتاعتها إن يبقى فيه 7 قراءات أو 7 مقاييس متتالية في جنب واحد من الجنبين،
لو حددت ميعاد الامتحان وحجزت هل مقبول تغير الامتحان؟ اه مقبول، بس انت لو جيت تغير وما لقيتش ميعاد فاضي في المده المتاحه للامتحان للزار السادس، غصب عنك يا اما تمتحن في الموعد اللي انت محدده يا اما هتقلب على الاصدار السابع. طيب في حاله الفاليو على الديفيكولتي بتساوي سكوب، في حاله اسمه الفاليو على الديفيكولتي تساوي سكوب، انا مش عارف يعني ايه تساوي سكوب، هو احنا مكتبين سكور مش سكوب. طيب في حاله اسمه الفاليو على الديفيكولتي بتساوي سكوب، حدوث تغيير في مخطط المشروع فقط ولا طول مرحله التنفيذ والتخطيط؟ لا انا ما فهمتش سؤالك يا باشمهندس احمد، معلش ممكن تعيده؟ فيش موضوع المرفقات ده دلوقتي يا دكتور ابراهيم، لو حصل تدقيق هيطلبوه ده منك لكن دلوقتي مش مطلوبه. طيب المهندس محمود زيتون بيرد على الدكتور ابراهيم وبيقول له موضوع المرفقات ده مش موجود دلوقتي، هي فكره الاوديت لو حصل بس. طيب is it a must to attend the exam؟ الاكزام بتاعنا احنا المهندسه نشيده، ممكن المهندس احمد سمير ان شاء الله يجاوبك على السؤال ده. استاذنكم يا جماعه نخلي السؤال بتاعنا الاسئله بتاعتنا ليها علاقه بالمحاضره يا ريت. طيب المهندس عمرو شنقيط انا جاوبت على حضرتك برضو في حكايه سبعه في الايرورز يعني. طيب بالنسبه للبروتيزيشن ماتريكس، هل فيها ان علشان احقق كواليتي معينه لازم احقق كواليتي قبلها؟ لا بص هقول لك على حاجه، لما جينا نتكلم في البريوريتيزيشن ماتريكس احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا 10 حاجات عايزه تتعمل، بس انا كريسورسز ككوست كوقت كاي حاجه مش هقدر اعملهم كلهم، فانت عايز تحدد ايه هي الريكويرمنتس اللي اولى بالتنفيذ، ايه هي الريكويرمنتس اللي اولى بالتنفيذ، فبتبتدي تحطهم وتطبق عليهم البريوريتيزيشن ماتريكس عشان تاخد القرار. يعني مثلا لقيت انت دلوقتي عشان مثلا تعمل يبقى المكان اللي انت بتعمله في مول مثلا فريندلي بالنسبه لمتحدي الاعاقه، لقيت ان في 7 حاجات بيحتاجوا يتعملوا. طيب انت الكوست عندك في المشروع لا يكفي انك تعمل ال7 حاجات، فبدات تشوف ال7 حاجات دي انت عايز تعمل منهم مثلا 3 او 4، فبدات تحطهم في البريوريتيزيشن ماتريكس، تشوف اهميه كل حاجه من الحاجات دي ان هي تبقى موجوده للمستهدفين او المستخدمين بتوعها، وتشوف الديفيكولتي بتاعتها ايه. فوصلت لان مثلا وجود مساند ده امر مهم جدا عندهم ومش هيكلفك انت كتير، ووصلت لان يبقى في مدخل كده بدون درجات سلم، لا مدخل سلايد ده برضو مش هيكلفك كتير ومهم جدا بالنسبه لهم، فبدات الحاجات دي تاخد عندك رانك اعلى او سكور اعلى لان الفاليو عاليه والتكلفه بسيطه. لكن مثلا محتاج تعمل اسانسير من الدور الاول للدور الثاني، طب الاسانسير ده عشان يتعمل الفاليو بتاعته مش قوي في مقابل او مش قوي فاليو معقوله الى حد ما بس تكلفته عاليه جدا فخليته اخر حاجه. فمثلا اتقال لك ان احنا عشان نجهز المكان عندك لازم يبقى محقق 4 من 7، فانت بتدور على اهم 4 تعملهم او اكتر 4 تعملهم يضيفوا قيمه وما يكلفوكش كتير. فهي دي فكره ان انت ازاي تستخدم البرايتريزيشن ماتريكس في ان انت تحدد ايه هي الكواليتي ريكويرمنتس اللي بتتعمل. طيب في سؤال تاني، في كل مراحل مرحله المقارنه عن طريق السكور في كل مراحل المشروع ولا في مرحله التغيير في المخطط؟ انت هنا بتتكلم برضو على البرايتريزيشن ماتريكس يا باشمهندس صح كده؟ طيب ان احنا نعمل ده في كل مراحل المشروع، بص هو التول لما يبقى عندك دايما تول، التول انت تقدر تستخدمها في اي موقف ممكن التول تساعدك فيه. يعني انت النهارده لما اجي اقول لك دلوقتي انت معاك شاكوش مطرقه، يعني هل المطرقه دي ليها استخدام في مكان محدد وبس؟ لا، كلما وجدت ان المطرقه ستساعدك استخدم المطرقه، كلما وجدت ان المفك سيساعدك استخدم المفك. في النهاية دي تول، لو انت جاي تاخد قرار بقى في حتة تانية غير الكواليتي وغير تخطيط الكواليتي خالص، عايز تاخد قرار فيما يخص مجموعة من الـ 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 الأولويات عايزة تتعمل، مثلا ان انت دلوقتي عايز والله فاضلك يومين ومش هتقدر تخلص كل الشغل وفي حاجات عايز
تخلصها بسرعه عشان لما يجوا يلاقوا الشغل متنفذ فيه اكبر قدر ممكن. فممكن تطبق البريوريتيزيشن ماتريكس. انت يا باشا عايز رايح رحله شرم ولقيت ان الفلوس مش هتكفي كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، فقررت تمسك الحاجات وتشوف اهميتها عندك ايه. اروح سينما، اروح دهب، اروح مش عارف ايه، تكلفه دي رحت حاططهم في البريوريتيزيشن ماتريكس، طلعت افضل الحاجات اللي ممكن تعملها. فهي في الاول وفي الاخر تول، لكن هنا في الموقف بتاعنا هنستخدمها في البلاننج، مش بنستخدمها في الحاجات التانيه. طيب ايه تاني يا جماعه؟ أي أسئلة تانية؟ حد عنده أي أسئلة تانية يا جماعة؟ أنا بقيت قاعد زي المهندس أحمد سمير أهو، مش لاقي زباين خالص، بيجي في الآخر كده ومن كتره لسه بيقول لي والله الناس ما مش عايزة تنفعني. قلت له يا ريس أنت من كتر ما أنت مريح الناس ما بقوش في أسئلة يسألوها لك خلاص. الناس يعني انت عامل لهم كل حاجة، هيسألوا على ايه؟ ربنا يكرمكم جميعا يا جماعة. والله انا سعيد بوجودي معاك، وسعيد بان انا يعني بتزامل مع مجموعة من افضل المهندسين على مستوى الوطن العربي. طيب بمناسبة ان احنا النهاردة كده المحاضرة السادسة، ايه تقييمكم يا جماعة للكورس دلوقتي؟